السلام عليكم. رجاء أبو الاسم الـ XG، لو تغير اسمك تكتب اسمك الصريح. اكتب بالإنجليزي بالعربي، بس مهم اكتب اسمك الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعنا نبدأ محاضرتنا. هو كان المفترض أن أعطيكم محاضرة جديدة بموضوع جديد، ولكن بسبب التخبط يوجد امتحان، لا يوجد امتحان، كويز أو ما كويز إلى آخره، مختبر ولا امتحان مختبرات من هذه الأمور، ارتأيت أنا أن أبدأ بمراجعة بعض المحاضرات السابقة وسأعطيكم المجال أثناء قلب المحاضرات يرى ما هي أسئلتكم واستفساراتكم حول كل محاضرة من هذه المحاضرات. سوف أستعرضها واحدة تلو الأخرى ابتداء من المحاضرة الأولى إلى المحاضرة التاسعة. بما أنه صراحة ما موجود، بس طالبة واحدة موجودة حاليا اللي هي زبيدة، أذكي بس أنت موجودة، وسيحتمال باقي الطلاب يدخلون شخص الآخر. نحاول إن شاء الله حتى أشرح لكم المادة. إذا عندكم سؤال أو استفسار عن أي موضوع أو أي استفسار بما يخص الامتحانات، بداية الامتحان مادة DSB سوف يكون مادة امتحان حضوري، سوف يكون ورق على ورق، وأيضا المادة المشمولة من المحاضرة الأولى إلى المحاضرة التاسعة كل المادة ما عدا المحاضرة العاشرة ما داخلة بالامتحان. شيء الآخر، لا تحتاج إلى شيء اسمه حفظ، كل ما عليك أن تفهم المواد والمواضيع واحد تلو الآخر. وسوف نحن الآن نتطرق على بعض المواضيع الأخرى من المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى سوف تكون هي محاضرة عبارة عن محاضرة تعريفية، مجرد مصطلحات و مواضيع تعريفية مقدمة للمحاضرات التي تليها. سوف الآن أبتدئ من المحاضرة رقم 2 حتى تكون نشرحها. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار حاول أفتح، أنا أحاول أفتح المايكات، وكل من لديه سؤال أو استفسار عن أي باور يعني أي موضوع أثناء الشرح يشعر العنين ويرفع يده حتى نبدي بالشرح. بداية
نقول تمام، تلتقي كطلاب حتى يكون العملية مسيطر عليها، اللي يحب يسأل ويستفسر راح يكون يرفع إيده حتى نفتح له المايك ونبدي بالأسئلة معكم. هسه هذه المحاضرة الثانية اللي هي System Interconnection، تظهر الأسماء أمامي أرى إذا كان، إذا ممكن تكتبون أسماءكم الصريحة حتى أعرف، يعني أبو الـ HP أجاني أكتب اسمه. طيب اللي عنده سؤال حول هذا الموضوع يشر لي على مثلا System Interconnection. في هذا الموضوع عندنا الموضوع الكاسكيت، أنا راح أفتح المايكات أحسن حتى أوتوماتيكيا تكون المداخلة صورة مباشرة. أنا فتحت المايكات، بس قبل ما أحد يتكلم يرفع لي إيده وبعدين أقول له تفضل حتى يتكلم. زين، الموضوع الكاسكيت عندكم مشكلة من هذا الموضوع؟ عنده مشكلة، هو عبارة عن ربط سيستمين مع الآخر وتكون عملية بينهما عملية الضرب، والسيستم الأول هو عبارة عن إدخال الإشارة الداخلة ويعالجه ويطلع أن الإخراج هو الواي وان، هنا السيستم النهائي هو عبارة عن ضرب هاتين السيستمين. أكو مشكلة بهذا الموضوع؟ إذا أكو مشكلة بهذا الموضوع أحد يبلغني. أكو سؤال استفسار عن هذا الموضوع؟ لا أستاذ ماك. زين، إذا أنتقل على اللي بعده، البارالل. هو عبارة عن جمع نظامين، يعني إشارة واحدة مقسمة إلى سيستمين. السيستم الأول يعالج الحالة معالجة معينة لإشارة محددة، والسيستم الثاني أيضا يعالج الإشارة لحالة معينة، ثم تجمع هاتين الإشارتين أو هاتين النظامين ويظهر لي الإخراج. وهنا في هذه الحالة حتى نقول عليه إنه بارالل، نظام بارالل، يعني يجب أن يكون إدخال XN، يكون الإدخال XN يعني إدخال واحد للنظامين، لهذين النظامين حتى نقدر نقول عليهم parallel. طيب، والإخراج هو عبارة عن جمع هاتين الإشارتين. طيب بالنسبة للفيدباك، هل أكو استفسار بهذا الموضوع؟ إذا أكو أحد يستفسر يدخل يقول لي. إيه أبو الـ HP تفضل، بس اكتب اسمك الصريح. والله السلام عليكم. عليكم السلام، عرفني بنفسك.
شلونك يعني استاذ رجوان معاك؟ رجوان عيني، هلا وسهلا بك يا رجوان. يعني يا ريت وش بشغله الاسم، والله ما لي علم شلون راح ادخل حتى اكتب الاسم، ما لي علم بيها. تمام ما مشكله، فوت على الاعدادات مال مالتك مال زوم وطير اسمك، ما مشكله. ايه قول الله يبارك شغله انت عتراجع، الله يبارك بيك. بس طيب يعني انه يجوز الشباب يقول لك ايه ما عندي اشكال او كذا او ما يريد يتداخل، فهو السؤال بسيط يعني حتى إيه؟ لو قد دقيقتين للسؤال الواحد على موضوع اقل من دقيقتين، بس اعاده بسيطه. واشكرك عين استاذنا. يعني اعيد لك على كل موضوع على السريع؟ إيه يعني خطوات سريعه، لا انه تمعن وكذا، بس لاجل انه للتذكره ماكو اكثر. تمام أشكرك عين استاذي. طيب نتكلم عن الفيدباك. الفيدباك هي عبارة عن سيستم يفيد منا بالتغذية الراجعة، أي الإخراج مالنا بعد ما نحصل على الإخراج راح يرجع لي فد معلومة صغيرة أو معلومة قد تكون مهمة جدا إلى النظام الداخلي، وثم تجمع مع الإشارة السابقة وتدخل إلى السيستم الجديد. في هذا السيستم هو عبارة عن ماذا؟ عن إشارة راجعة من الإخراج إلى الإدخال وتجمع وثم تطرح بهذه الصورة، أي توضح بهذه الصورة، أي الحالة الإشارة الداخلة مع السيستم الثاني اللي هو فيدباك تغذية راجعة لتصحيح الأخطاء، لتقليل الأخطاء الموجودة الناتجة بعد مثلا خلينا نكون لو فرتلت إشارة. الغاية منه أنه ترجعنا معلومة من الإخراج لغرض تصحيح الأخطاء أو وصول إلى أقل شيء ممكن. طيب الشغلة الأخرى بس دقيقة، والله جاني تليفون ضروري جدا، بس ثواني. عفوا طلاب آسف جدا. فهنا الحصول على مثلا تقليل الإشارة الخاطئة أو تصحيح الخطأ، هذا النوع من النظام يكون نوعا ما مستقر وأكثر استقرار من بقية الأنظمة الأخرى. لماذا؟ لأنه يرجع لنا إشارة من الإخراج تقول لنا ماذا حدث ويعالج الخطأ وثم يصحح بصورة عامة. أهم من هذه المواضيع نتكلم عن خصائص النظام. بعد ما تعرفنا على الربط الداخلي للأنظمة لدينا هنا خصائص عن النظام. والسببي هو يكون الإخراج يعتمد على الزمن الماضي أو الحاضر للإدخال. يعني هذا الإخراج يعتمد على الزمن الماضي والحاضر للإدخال، هاي نقول عليه إنه سببي. شوف هنا الحالة الثانية، ببساطة هذا النظام يكون يعتمد على للمستقبل، فهذا يكون نقول عليه غير سببي. ليش؟ لأنه هذا يدل على المستقبل بصورة عامة. لاحظ الحالة الأخيرة أو الحالة الأخرى، هذا النظام لإخراج يعتمد على الزمن الحالي والزمن الماضي. ليش؟ نتكلم عن الحالة السابقة وهنا الحالة الحالية، إذا نقول عليه سببي ببساطة. لماذا سببي؟ لأنه يعتمد النظام هذا يعتمد على الزمن الحاضر والماضي للإدخال ببساطة. هنا الحالة الأخرى تعتمد على الزمن الحالي وزمن المستقبل، فهذا يكون غير سبب. أستاذ العفوين، وإذا ناقص زائد يعني حالي وماضي مثل هاي الحالة، الحالة الثالثة حالي وماضي.
هذا يكون سببي. مثل الحالة الثالثة تقصد أنت، شوف الحالة الثالثة x of n الحالي، ليش معناته هنا n ناقصا صفر؟ نجي احنا ندقق على التايم، التايم عندنا n، n ايش بي؟ لا زائد ولا ناقص، معناته حالي. هنا ال n بها ناقص واحد، يعني معناته معتمدة على الحالة السابقة، الحالة السابقة وهي الحالة الحالية، إذن هو نظام سببي. زين الخطي لازم احنا نطبق هذول الحالتين زين بصورة عامة. عندنا الحالة الأولى الإدخال في الامبليتيود أو يعني في أي قيمة زين، زائدا إدخال ثاني مع قيمة مطلقة نضربها مع بعضها ثم ندخلها على السيستم وطلعنا هذه النتيجة. الحالة الثانية إشارة الإدخال مباشرة ندخلها إلى السيستم، ليش كانت هذه المعالجة هذا السيستم مهما كانت، والإشارة الثانية أيضا ندخلها إلى السيستم، الأولى نضربها في الأمبليتيود ثم نجمعها مع الإشارة الثانية بعد ضربها بالأمبليتيود زين، ونحصل على إخراج. إذا كان هذا إخراج الحالة الأولى يشابه إخراج الحالة الثانية إذا نقول هذا نظام خطي، وإذا كان غير ذلك إذن هذا نظام غير خطي. ليش؟ لأنه لإخراج الحالة الأولى لا تشبه إخراج الحالة الثانية بكل بساطة. طبعا هو به تفاصيل كثيرة، مثلا في هذه الحالة هذا المثال عندنا اثنين سيكونس X1 و X2 زين، والنظام الأول هو عبارة عن X N X1 وال Y2 عبارة عن N X2. بعد ما قسمنا الحالة هذه إلى نظامين نجد الحالة الثالثة اللي هو مثلا هذا الإدخال اللي هو دخله للمعالجة اللي هو A1X1 لN زائدا A2X2 لN، وشوف الإخراج مالته طلعنا بهذه الصورة أي النتيجة، ونبسطها نضرب الN في كل مقدار من هذه المقادير ونحصل على النتيجة النهائية بهذه الكيفية. إذا هذا شابهنا الحالة الثانية اللي هي الحالة الثانية التالية زين، هاي نسميها معادلة رقم واحد، وننتقل إلى الحالة الثانية إنه السيستم الأول A1N في Y1 زين، طبق الإشارة طبق المعالجة راح نحصل على هذه المعادلة بعد أن طبقنا الإشارة. ماذا يحصل؟ هذا نسميه المعادلة الثانية. نلاحظ نقارن المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية يشابهون، هذه A1NX1 زائد A2NX2. نلاحظ بالحالة السابقة A1NX1 وA2NX2، إذن الحالتين متشابهتين، إذن نقول على هذا النظام خطي إنه متشابهان. بالتايم انفيريانس معناته الزمن ثابت او غير متنوع. ماذا نعتمد نقول؟ نعمل تصحيف للزمن لإشارة الادخال، وين اكو إشارة ادخال؟ هنا من هنا شفنا y of n تساوي لنا tx of n، من هذه عرفنا ان x of n هي إشارة ادخال وان n هو الزمن لإشارة الادخال زين. اذا المعادله مالتنا الخاصه بهذه هي xn ناقص xn ماينص 1، اذا عندنا هذه هي الاشاره. حتى اعرف انه هذا الزمن تايم انفيريانس لولا اجي على اشاره الادخال واشيك اي منهم من هذا النظام ادخال وزحفه يعني بمقدار معين واشوف النتيجه. بش الزحفه؟ زحفه شيء اسمه K. نجي على الإدخال X of N، هذا X of N شوف زحفه بمقدار K، عمل له delay، وهنا ال N أيضا الزحفه بمقدار K تمام. إذا جيتوا على الإدخال هناك إدخال X زحفتونه للزمن مالته بمقدار minus K،
وشوف النتيجة. إذا كانت النتيجة هذه أسميها معادلة رقم واحد، وشوف الحالة الثانية. الحالة الثانية إيش يقول لك؟ يقول لك وين أكو زمن، وين أكو زمن أزحفه بمقدار كي. شوف الإخراج واي بينه زمن زحفتنا بمقدار كي، إكس إن زحفتنا بمقدار كي، إكس ماينس واحد زحفتنا بمقدار ماينس كي. راح أسميها معادلة رقم اثنين. أجي أقارن المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية. شوف لو نجي نلاحظ هاي المعادلة، أصبح xn-k مع xn-k-1 نينتهم هذه، نينتهم إدخال ونينتهم الزحف، فأكيد هي معناتها تشبه الحالة السابقة. نلاحظ الحالة السابقة أيضا زحفت بمقدار k، وهنا أيضا زحفت بمقدار k. إذا متشابهتان الحالتين، متشابهتان إذا متشابهتان نقول هذا The system is time invariant، يعني زمن مالتهم ما راح يأثر علينا. أوكي؟ إذا صار تغير بالزمن ما راح يأثر، هذا السيستم يعتمد على time invariant. زين؟ حد لو غيرنا بالزمن. هذا بما يخص المحاضرة الثانية. إذا عندكم السؤال واستفسار قبل ما أنتقل على المحاضرة الثالثة، أكو واحد عنده سؤال واستفسار؟ المايك بيدك انت، ممكن تفتح المايك تسألني. ما اعرف، يمكن احد الطلاب يقول حسين علي مصطفى، واعتقد اسيل ما يسمع، ما تكون يسمعون الصوت. هذا لازم انت تفعل من يمك الصوت، من يمك فعل الصوت. ما اعرف شنو راح باللوم يعني. زين، ماكو أي سؤال طلاب؟ ماكو سؤال. زين، إذن أنتقل إلى المحاضرة الثالثة. عندنا ممكن تكون عندنا كارتين، واحدة سالب وموجب، يعني شرطها موجب مثلاً واحد مايل. أي سؤالك ممكن تعيد سؤالك؟ إذا انتقل على المحاضرة الثالثة. أنا ما أعرف سؤاله كان، ما سمعتونه، كان صوته يقطع. إذا ممكن تعيد سؤالك اللي سألتني قبل شوية. خالد هذا، خالد مطلق سلام. النت يمو ضعيف الظاهر. اي الظاهر النت يمو ضعيف. مطلق، اذا النت ضعيف عندك اكتبوا برسالة السؤال. ايه خالد، سؤال برسالة افضل. خالد واحد زائد. خالد صوتك يقطع، ضعف ظاهر النت يمك ضعيف. اكتب لي السؤال برسالة، اكتب لي السؤال ماتك برسالة، لأن الخط ضعيف يمك ما يصلنا الصوت مقطع. اكتب لي السؤال برسالة وأنا أستجاوبك قدام الطلاب. حتى اكتب لي برسالة خالد. زين، أكو سؤال آخر طلاب؟ أحد عنده سؤال؟ بس استاذ ما شويه تعيد ان البدايه، لان الصوت كان ما واضح حيل. ايش عيدك؟ حدد لي نقطه اللي تريدها، لان المحاضره يعني وقت محدد، يعني صار لنا نص ساعه لحد الان بعدنا المحاضره الثانيه.
عندك محاضرات شوي لقدام أهم، إذا تكون محددة تكون أفضل. خلاص ننتقل على المحاضرة الثالثة، هو المفهوم التردد بالزمن الكونتينيوس والديسكريت تايم سيستم. صورة سريعة، عندنا أن هذه الإشارة يجب إحنا نفهم هذه الإشارة شلون تكون مفصلة. شو نعرف أن هذه إشارة ساين لو كوساين؟ ببساطة بما أنه هي إشارة متموجة بهذه الصورة، بهذه الصورة متموجة ومزحفة، يعني مفروض الإشارة الساين تبدي من هذه النقطة، من هذه النقطة، يعني هذه النقطة تكون هنا عند الصفر، أو عفوا هاي عند هاي النقطة، آسف عند هاي النقطة، هذه النقطة لازم تكون هي عند الصفر، بما أنه الإشارة تكون زحفت بمقدار معين، إذن هي أصبحت كوساين. زين، هي ما بدت عند الصفر لأنه الساين تبدأ عند الصفر هي قيمتها صفر، بس الكوساين عند الصفر هو واحد، إذن هذا كوساين ومزحف بمقدار معين. طيب أنا اللي يهمني هذه الحالة 2FT أو 2πFT. زين، هنا من هنا أنا أعرف شنو هو التردد لهذه الإشارة، من هنا أعرف التردد. أنا هاي القيمة أضربها في 2π أو أقسم على 2π يطلع لي الF. زين، أيضا عندي هذا الارتفاع من هنا إلى هنا، هذا يسمى الامبليتيود اللي هو A، هذا الA يمثل الامبليتيود، وهذا مقدار الفيز التسحيف، ما لي إشارة خاصة به، هذه مصطلحات عامة. اللي يهمني أيضا هي الأوميجا، أوميجا هنا هي معناتها بالراديان، الأوميجا هنا بالراديان اللي هي 2πf. شوف هذا راديان فريكونسي، هاي كلش مهمة يجب أن ننتبه عليها. زين، حتى نكون نعرف شلون نتعامل معها. زين، أكو طلاب يقولون لي الصوت ماكو، بس خلني نقول لهم، بس خلي جابهم يقولوا فعلي مكان المايك. حتى يتفعل الصوت. زين استاذ، من يدخلون يفعلون الصوت العفو استاذ حتى بلغهم، لان يدزون رسائل هسه. ايه، من يدخلون للمحاضره هو راح يقول له سؤال، تريد تفعل المايك، تريد الصوت شغال، يقول له نعم، المفروض يقول له نعم حتى يكون الصوت يتفعل. اوكي استاذ، إذا هذا يحب يطلع يرجع يفوت مرة الأخ، حتى إذا ما يعرف يدخل على الإعدادات ومفروض من جو من الإدخال يعازل المايك، يطلعوا علامة الهيدفون مفروض هسه حاليا يدوسها ويفعل المايك، إذا ما يعرف يطلع يفوت مرة الأخ حتى يسأل السؤال حتى يقدر يرجع حتى يفعل عنده. زين بعد ما تعرفنا على هاي المتغيرات الثوابت اللي يكون نعرفها، هنا قبل شوي كانت الإشارة هي بالcontinuous، هاي الإشارة هي بالdiscrete، هذا يسمى sample، كل واحدة من هذه يسمى sample، والمسافة بين sample و sample نسمى TS. TS TS شو نحصل عليها؟ TS نحصل عليها من اللي تساوي لنا 1 على FS، فلازم عندنا FS. الـ FS شو نحصل عليه؟ عندنا هنا التردد F، هذا F لهنا، هذا الـ F الموجود هنا لازم نضربه في أكثر من 2، يعني لأنه الـ FS يساوي لنا أكبر أو يساوي لنا 2 F max. فبهذه الحالة لازم يضربه في قيمة معينة اللي هي أكبر من 2 حتى يحصل على FS، ومن هنا طلع TS. من طلعنا TS نعرف المسافة بين sample و sample، وكلما كانت هذه المسافة بين sample و sample صغيرة كلما كان الريزوليوشن أعلى، وعملية التحويل الإشارة من analog إلى discrete يكون أدق.
زين. بس عيد استاذ شلون مسافة؟ هاي المسافة بين سامبل وسامبل. زين؟ كلما كانت صغيرة كلما كان الريزوليوشن أعلى. شلون مثلا احنا نقول بالتلفزيون الـ HD ريزوليوشن كلش عالي، هنا نفس الشيء، كلما كانت المسافة بين سامبل وسامبل اللي هي بين هذا وهذا صغيرة كان ريزوليوشن أعلى، وعملية التحويل الإشارة من أنالوج إلى ديسكريت أضبط. تمام؟ هاي المسافة إيه تتراوح بين شنو القيم يعني؟ أعلى قيمة وأقل قيمة يعني؟ لا لا ماكو أعلى قيمة وأقل قيمة، هي إيش عندك أنت حتى عملية التحويل تكون صحيحة تعتمد على FS طبعاً، يعني لازم يكون خلينا نقول عندنا نقول أصغر قيمة حتى التحويل لديسكريت هي 1/2 F max، هي أقل قيمة 1/2 F max هي أقل قيمة. زين حتى شنو؟ حتى ممكن عملية التحويل تكون صحيحة حتى ليس تدخل بالترددات بالإشارة أثناء التحويل من أنالوج إلى ديسكريت. زين لأنه TS تعتمد 1/FS وإحنا الـ F يعني خلينا نقول مثل هنا اعتبرناه 1/12 مثلا. زين فمن هنا إحنا هذه القيمة لازم يكون أقش TS مثلا في هذه الحالة اللي هي 12 في هذا المثال حتى تمشي الحالة، ما 12 24. كل إشارة لها حالتها الخاصة. صورة عامة نقول لازم التي اش تساوي لنا أقل شيء 1/2 F max هاي أقل شيء نقدر نقول بصورة عامة كل إشارة لها تردداتها الخاصة بها. زين زين طيب هذا البلوك طبعا مهم جدا، عملية التحويل الإشارة زين من أنالوج يتحول إلى ديجيتال بروسيسنج ومن ثم يتحول إلى أنالوج مرة أخرى، يعني هاي مراحل تحويل الإشارة من أنالوج إلى أنالوج. طيب بس واحد منكم يقول لي ليش أنا هي أنالوج ليش ما نخليها أنالوج؟ لا ما نخليها أنالوج، هنا قد تظهر بالجو استقبلتها أنت، خلينا نقول الإشارة خلينا نسميها إحنا الإشارة التلفزيونية الفضائية، تستلمها أنت بالريسيفر مالتك أو بالأولمبي اللي بالسطح، تدخل على الريسيفر مالتك وتحول إلى ديجيتال وتتعالج ديجيتال رقميا، ثم تعرض على التلفزيون. من عرضت على التلفزيون وصلت بهاي المرحلة عرضت على التلفزيون، ثم أنت حتى تشوفها تتحول إلى أنالوج بدقة أعلى. زين ثم أنت تشوفها بشكل أنالوج، لأن العين ما تشوف الديجيتال تشوف الأنالوج، فهاي العملية حولنا من أنالوج إلى ديجيتال ثم إلى أنالوج. طيب ليش هالتعب هذا؟ حتى إذا كان هنالك أكو مشاكل بالإشارة يتم معالجتها ثم عرضها لك، هاي الغاية منه، هذه الغاية منه. يعني إذا نرجع لأيام قبل شوي، خلينا نرجع للتسعينات أو للثمينات، كنا قبل نطلع الوجه الأريل للسطح وتطلع شوية من المشى الصورة صفيها وديها يمين وديها يسار، أو نبحث بالدقمة مال بحث الترددات ونصفي الإشارة. زين بالديجيتال ماكو هكا شيء، يا صورة موجودة يا صورة ماكو، يا صورة موجودة يا صورة ماكو. فبالمعالجة احنا نحل كل المشاكل نخلص منها ثم نعرضها بشكل أنالوج للعين. شوف هاي أبسط مثال احنا نقوله الإشارة التلفزيونية على مود حتى أنت تكون تفهم الفكرة. عملية التحويل مخطط مهم هذا؟ اي نعم مهم هذا المخطط، وأيضا هذا المخطط أيضا مهم. هذا المخطط هو عبارة عن تحويل الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال، يعني احنا قبل شوية نتكلم حولنا الإشارة إلى ديجيتال وعالجناها ثم حولناها إلى أنالوج. أسد راح أتكلم بس على إيه هذا الجزء، بس هذا الجزء الأنالوج ديجيتال في هذا المخطط التالي. هذا المخطط الأنالوج إلى ديجيتال يتقسم إلى 3 بلوكات.
إشارة داخلة إلى الديسكريت أو السامبلر نسميها، ثم بعد ما تحول إلى سامبلر نحول إلى كوانتايزيشن، ومن الكوانتايزيشن نحول إلى كودر أو إنكودر، ثم تظهر لنا الإشارة بشكل ديجيت. هاي المراحل الثلاثة الأساسية لتحويل الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال. هاي المراحل الثلاثة، بلوك دايجرام هذا يوضح المراحل الثلاثة من أنالوج إلى ديجيتال بصورة عامة، فكل واحدة منها بها تفصيلة معينة حتى نقدر إحنا نحقق حالة الديسكريت. هاي شارد الديسكريت حتى نحققها لازم نمر بمعجز سامبلر، وهنا إشارة الكوانتايزد لازم حتى نحققها لازم نمر بمعجز الكوانتايزر، وهنا الإشارة بحالة الديجيتال لازم نمر بالحالة الإنكودينج حتى إحنا نحقق المطلوب. زين، أكو سؤال لحد الآن فيما هذا الموضوع؟ أعتقد ما بي مشكلة، هذا الموضوع سهل. ما أعتقد ما بي مشكلة أستاذ العزيز، بس المهمات رحم على ذاك لب. أنا أشعر أن بالنسبة لي كل المحاضرات مهمة، فأنا مهمة بس أكو شيء أهم يعني أستاذ، حتى أنا سألتوكم تابعتكم شغلات مهمة، أدوكم حضروا ملازمكم، قولوا يا أستاذ عندنا فلان سؤال استفسار، ما حد سألني أستاذ. ما كنا داخلين بالمحاضرة والله، ما كان نيت ضعيف يعني. زين زين، لكن راح أنا أنتقل انتقال سريعة بس الشغلات المهمة على الأمثلة والحل حتى لا أدوخكم وتدوخوني. زين، نعم أستاذ رحمة الله. بس انت من الصورة اشوفه ولا ما اشوفه؟ ماكو صورة؟ ما صورتك استاذ بس. لا اكو صورة، اكو صورة صورتك استاذ بس، بس صورتي انا قصد على الباور بوينت. صورة مش هاي صورة المحاضرة استاذ. تمام. سامبلينج اوف انالوج سيجنالز اون سامبلينج. نريد حتى أنا أطلع لكم المحاضرة مضبوطة بشكل PowerPoint. هذه محاضرة ثلاثة تبغى. زين. زين. هسا المحاضرة الرابعة هي أعتقد من الرابعة مو السامبلينج أنالوج سيجنال أند سامبلينج ثيورم، حتى أجي على المفيد ما أحشك تفاصيل دقيقة، أنتم تفيدكم أمثلة الحل. نجي على الحل هنا، بس أهم شيء عندك هذه النقطة تركز عليها كلش مهمة، إن كل تي هي عبارة عن انت، يعني من حول الإشارة هذه بالكونتينيوس هذه بالديسكريت، التي يساوي انت، والانت هذه تساوي لنا ان على اف اس. خلي في بالك هذه القانون، كل تي تساوي لنا ان على اف اس، او كل تي تساوي لنا ان تي كابيتال، وهاي التي هي المسافه بين منو بين سامبل وسامبل. تمام، خلي في بالك انه هذه. والشغله الاخرى حتى نحول نحصل على سامبلينج فريكونسي لازم تساوي لنا اكبر من 2 اف ماكس، هذا القانون خليه في بالك دائما، مطلوب نحول الاشاره من الكونتينوس الى ديسكريت، وهذا يسمى النيكويست ريت. هذا من اقول لك نيكويست ريت، انتبه على هذا الجمله اللي هي عباره عن اف اس اكبر من 2 اف ماكس يسمى النيكويست ريت. طيب هنا هاي قبل التحويل ما مشكلة، هاي شوف هنا إذا كان الـ FS هذا أكبر من 2 F max، شوف الـ يعني الـ response مع التردد، شوف الـ response أكو مسافة بين قيمة وقيمة، هذا الـ response frequency مع تحويل الإشارة، بمعنى أنه شكلنا مضبوط انه ماكو تداخل، يعني ماكو هذا
الشكل داخل البطن هذا الشكل، اكو مسافة فاصلة، كلما كانت قريبة كلما كانت يعني عملية اقل دقة، كلما كان مسافة كبيرة معناته عملية تحويل الإشارة كانت عملية مضبوطة جدا. زين، هذا يسمى نيك وستريت. هذه المسافة، شوف هذه المسافة اللي مظللة بالأحمر بالدوائر، هذه كلما كانت مسافة كبيرة، هذه الحالة كلما كان الفاصل بين فريكونسي وفريكونسي، زين يسمونه يعني هذا يسمونه يعني ريسبونس فريكونسي، المسافة بينهم كلما كان كبير كلما معناته أنه عملية التحويل الإشارة من أنالوج إلى ديسكريت كانت عملية صحيحة، وكلما كان صغير وكلما كان قريب من بعض أو متداخل معناته العملية غير صحيحة، راح تطلع الإشارة عندك مشوهة، خلينا نقول بتعبير العام. واضحة هاي الفكرة؟ طيب هاي اهم النقاط. شوف هنا هذا يسمونه الالايزنج ريت، شوف هذا الالايزنج ريت، يعني شنو الالايزنج ريت؟ يعني التداخل بالفريكونسي ريسبونس. شوف هنا كانت داخلت، هذا معناته العمليه غير صحيحه. ليش؟ معناته الاف اس اصغر من 2 اف ماكس، ما حققنا الشرط. هاي كلش مهمه هذا الكلام، خليه في بالك. شوف هنا متداخل التردد مع بعضه، الاشارات المتداخله مع بعضها. ليش؟ ان السامبلنج فريكونسي اصغر من 2 اف ماكس، ولهذا صار تداخل، وهذا يسمى بالالايزنج ريت. تمام، ناخذ اشاره حتى للسرعه. هنا عندك هاي الاشاره التاليه، اقول لك حول لي اياها الى الديسك ريت. هنا اقول لك احسب السامبلنج فريكونسي حتى تجنب التداخل، وحول لي اياها الى هذه. اجي هنا عندك 50 باي، اجي على التردد، هذا 300 باي وهذا 100 باي. انا هاي ايش معناته؟ هاي معناته الراديان فريكونسي الاوميجا، نسميها اوميجا، اللي هي يساوي لنا 2 باي اف. هاي ال 50 باي 300 باي 100 باي هي عباره عن اوميجا 2 باي اف، اشيل منها قيمه 2 باي، يعني هذا الباي يشطب وهذا يشطب يصير 25. اذا التردد هنا 25، هنا التردد ايش قد ذاته؟ الباي يشطب هنا يصير 150 التردد، قسمها على 2 وقسمها على 2 باي، كل واحده منهم اقسمها على 2 باي، هذه مقسمها على 2 باي، ايضا اقسمها على 2 باي، هاي اقسمها على 2 باي. زين، وهي مقسمها على 2 باي. زين، الباي مع الباي يروح، الاثنين مع 25، هنا الباي مع الباي يروح، والاثنين 300 على 2 150، الباي مع الباي يروح والاثنين مع 100 يصير 50. زين، اذا هنا عندنا 50، هنا 150، هنا 25، اذا اكبر تردد هو 150، هذا اللي يهمني من هاي الاشاره. اذا السامبلنج فريكونسي يساوي 2 اف ماكس. استاذ يعني دان الارقام اوميجا يعتبر، مو هنا ايه هنا ما تدك تردد، انت تدك بالراديان 50 باي 300 باي، شوف هنا ما قلت لك 2 باي اف. زين، فهي معناتها بالراديان بالاوميجا، اقسمهم على 2 باي لانه الاوميجا يساوي 2 باي اف، انا حتى احصل على اف اقسم الاوميجا على 2 باي، هاي اقسمها على 2 باي احصل على اف، فحصلت على اف 25 و150 وب50. هنا حصلت على تردد، ام اكبر تردد 150، اضربه في 2 ال 150 احصل على مينيمم سامبلنج فريكونسي افويد الايزنج. شوف الاجابه مالنا الحاله الاولى عندنا ثلاث ترددات، التردد الاول 25، التردد الثاني 150، التردد الثالث 50. زين، الاف ماكس هو 150. زين، وهذا يسمى طبقا للنيكوست ريت. زين، اذا السامبلنج فريكونسي يساوي 2 اف ماكس و2 في 150 ونحصل على 300 هرتز. فحصلنا على 300 هرتز في هذه الحالة، اللي هو المطلب الأول، اللي هو أحسب أقل اف اس يتجنب التداخل، هذا avoid aliasing لكي نتجنب التداخل للإشارة. المطلب الثاني بي يقول لك افرض أن الإشارة هذه هي analog، زين، مع سامبلنج فريكونسي 600، يعني الاف اس انت تكيه
فهمتوا اف اس معطى. ما هو discrete time signal after sampling؟ يجي يحول هذه الاشاره الى discrete. شنو نقول؟ بما انه الاف اس هو 600 هرتز، اذا والاشاره الانالوجيه هذه كنا ايش قلنا؟ قلنا قبل شويه قلنا كل تي هي ان تي، صح؟ قبل شويه كل تي كنا ان تي، والتي هذه شو تساوي لنا؟ ان على اف اس، واحد على اف اس، صح؟ او ان على اف اس، صح؟ اذا هنا عندنا تي هي واحد على اف اس، لان موجوده واحد على اف اس. زين التي بحدها هي واحد على اف اس، وهاي الواحد على اف اس في ان يطلع ان على اف اس، تمام؟ واحد على 600. اذا نجي هاي التي اسويها ان تي، هذه التي اسويها ان تي، وهذه التي اسويها ان تي. شوف لو تلاحظ هنا التي ان تي، التي ان تي، والتي ان تي، والتي طلعنا قيمتها واحد على 600. اعوض عن هذه التي هسه اللي هي تي واحد على 600، واحد على 600، واحد على 600، عوض التعويض عادي. ارجع ابسط تبسيط، 50 على 600 واحد على 12، وهنا 300 على 600 واحد على 6 مثلا، او يطلع لنا عفوا 300 على 600 نصف، و100 على 600 واحد على 6. بس مجرد تبسيط بعد ما عوضت اي هذه اللي هي قيمه التي. شوف احنا طبقنا بالبدايه، نرجع كل تي سويها ان تي، امسك هاي التيات كلها سويها ان تي ان تي ان تي ان تي ان تي، ثم اشيل التي واعوضها واحد على اف اس، واعوض واحصل على هذه النتيجه. هذه العمليه هذه تسمى discrete time signal after sampling. حولنا الاشاره من انالوج الى discrete بعد ما طبقنا قانون النيكوست ريت بهذه الصوره. صارت واضحه؟ لا. بالنسبه للمطلب الاول الانيمم طلعناها 300 مو؟ المطلب الاول ما له علاقه بالمطلب الثاني. المطلب الاول اريد انا اقل اف اس بحيث ما يصير تداخل. اجي ترددات الاف اس ما يصير تداخل، اجي عندي ثلاث ترددات، عندي هاي اوميجا، عندي هاي اوميجا، وعندي هاي اوميجا. بالمطلب الاول خلينا نرجع للمطلب الاول. زين بقى لي حلي زين. هنا عندي مطلب الاول يريد، هنا كان اريد عندي ثلاث ردود 25 150 ب 50، عرفنا شو طلعناهم، قسمنا على 2 باي وطلعناهم. اي ما اكبر واحد اللي هو هذا اضربه في 2 يطلع لي السامبلينج فريكونسي. زين واضح؟ نعم واضح. واضح صار. زين. هاي هم حليناها. هاي محاضرة مال ديسكريت انتهت. نجي نحول على المحاضرة الخامسة. الكوانتيزيشن والكودينج. الكوانتيزيشن كودينج هنا نجي على اهم النقاط ما مهمه. هذه الحاله سموها يونيبولار. ليش يونيبولار هذه؟ انه الاشاره واقعه كلها في جزء الموجب. هذه هذا الخط، شوف هذا الخط النقط هذا بشكل افقي، هاي مثل اشاره اكس اللي هي انالوج. زين وهاي عمليه التدرج الدرج، هاي هي الاشارات الديسكريت اللي عفوا الكوانتايزيشن اللي سويناها. زين هاي الحاله اذا كلها واقعه، شوف كلها واقعه بجزء الموجب، يسموها يونيبولار يعني في الجزء الموجب. شوف هنا الاشاره الكوانتايزيشن وال والانالوج وقع بجزء الموجب وجزء السالب، هذا الجزء السالب وهذا الجزء الموجب، هذا يسموها بايبولار.
يعني تشتغل على القطبين السالب والموجب، هذا يشتغل يوني بولار، يشتغل على قطب واحد. يوني بولار يعني ذات قطب وحيد زين اللي هو موجب، هنا تشتغل على قطبين السالب والموجب. هذا حد تعرف شو معناته يوني بولار كوانتايزر ويوني بولار كوانتايزر يعني باي بولار كوانتايزر، هذا اللي يقصد به هذا جزء سالب وموجب وهذا جزء سالب. زين القوانين الخاصة بهذا الموضوع، هاي القوانين، هذا اللي يمثل الليفل، هنا يمثل لي الديوريشن ليفل، وهذا يمثل لي الانتكس، وهذا يمثل لي الاشارات الايش لكوانتايز السيجنال، وهذا يمثل لي الايرور كوانتايزيشن. هاي القوانين الخاصه بالكوانتايزيشن يجب ان تكون مهمه جدا، تكون دائما في بالك. الامر الاخر المهم جدا، دائما الانتكس الاي يجب أن يكون قيمته دائما بين الصفر والR ناقص واحد. مثلا هنا الL جد قيمتها إذا 2.638 معناته الI من الصفر إلى السبعة. خليها في بالك، دائما خلي في بالك هذه القاعدة أنه دائما عندك الI الindex اللي طلعه هنا شون قيمته، قيمته دائما تبدي من الصفر إلى الR ناقص واحد. الL جد قيمتها هنا مثلاً الL قيمتها 2 أس بيتا، هاي البيتا البيت عفوا 2 أس بيت، البيت هنا قيمته 3 مثلاً 2 أس 3 8، فآي معناته من الصفر إلى السبعة. أوكي خلي دائماً في بالك هذا الأمر، فدائماً آي قيمه تبدي من الصفر إلى L ناقص واحد. نأخذ مثال عندك، أنا شو راح أعطيك بالمثال، راح أعطيك بهذه الصورة، هذا المثال راح يجيك بهاي الصورة، مفهوم؟ السؤال الامتحاني اللي جاك على كوانتايزيشن راح يجيك بهذه الصورة، واضحة؟ زين عشان يقول لك اللي يهمني من الأمور الآتية 3-bit unipolar، هاي مهمة عندي، يفيدني بالإنكودينج ويفيدني L يساوي 2.3، إذن L طلعنا قيمتها. الشغلة الثانية، أنا هاي القيم ما راح أعطيك إياها، إياها شوف لها قيم ما أعطيك إياها، أعطيك إيه هذه فقط، واضح؟ هاي ما تشوفها يعني أستاذ، إحنا جدول راح ترسم لنا إياه؟ لا ما جدول، أرسم لك ليش، أرسم لك هذه، أعطيك هذه، أو إذا ما أعطيك، أو ما أعطيك هذا وهذا هم أيضا ما أعطيك إياه، هذا هم ما أعطيك إياه، بس أعطيك هذا الجزء، بس هذا الجزء أعطيك إياه، بس هذا الجزء زين، بس هذا ما اعطيك اياه، هذا ما اعطيك اياه، هذا انت توجد لي اياه. زين ايه هذا، شوف ايه هذا الدرج احتمال هم ما اعطيك اياه، اذا بعض الامور اعطيك اياها انا وقسم الامور ما اعطيك اياها، حسب حاله السؤال، حسب المعطيات اعطيك اياه. زين خلي بس اشرح لنا على هذا السؤال وبعدين التفاصيل. تمام زين اذا السؤال مثل هذا استاذ، سؤال راح يجيك بهذه الصورة 3-bit unipolar quantizer زين، طبقا للكودينج باينري كود، مفروض أنا عندك from figure 1 اللي هو هذا، جاك هذا السؤال وجد لي الكوانتايز السيجنال مثلا زين، أو حول لي الكوانتايز السيجنال أن هذا الدرج هو ما موجود، لازم أنت توجد لي إياه. زين أول شيء أنا أش أحتاج، أحتاج أعرف بعض المعلومات من الرسم، شو أحتاج أعرف؟ لازم أعرف أصغر قيمة للإكس وأكبر قيمة للإكس وقيمة البيتا أو البيت، مين أحصل عليهم؟ هاي إكس ميني، هاي الإشارة، شوفها إيه هذه؟ هذه الإشارة اللي هو الخط هذا، هذه هي إشارة الإكس، أصغر قيمة للإكس جد قيمتها صفر، أعلى قيمة للإكس اللي هي زين عفوا المفروض هاي 8 لانه 8 ليفلات زين، ف اكس من يساوي لنا 0 واكس ماكس يساوي لنا 8 دلتا زين، فمن هنا انا عرفت قيمه الاكس ميني والاكس ماكس، لازم اني مبدئيا اعرفهم بهذه الصوره. زين البيت من عرفته 3 من هنا، شوف 3 بيت، اذا البي كابيتال يساوي لنا 3. بعدين اجي اطبق قانون ال، هذا يساوي 2 اس بت، 2 اس 3 يساوي لنا 8،
إذا طلعت أول شيء إنه عندي 8 ليفلات أوكي خلصوا من المرحلة الأولى، أجي المرحلة الثانية لازم أطلع قيمة الدلتا. شنو قيمة الدلتا؟ يعني المسافة بين هذه وهاي، المسافة يعني من هنا إلى هنا شقداتي، من هنا إلى هنا شقداتي، هاي المسافة شقداتي، هاي المسافة شقداتها، لازم أطلعها زين، اللي هي أقصد بها هنا دلتا، اللي هي الارتفاع من هنا إلى هنا، اللي هي نفسها هذه أو هاي أو أي واحدة من هذول الدرجات، الارتفاع شقداتها اللي هي هاي دلتا. لازم أش أقول؟ قانون هيقول X max اللي هي 8 ناقص X mini اللي هي 0 على L اللي هي 8، فالصفر يعني 8 دلتا ناقصا 0 على 8، 8 دلتا ناقص 0 على 8 تطلع لنا قيمتها دلتا، دلتا واحدة. إذا هذا يعني القيمة بمتغير، ولهذا سميتها دلتا. فهاي المسافة هي دلتا، شوف بين هذه وهذه دلتا واحدة، بين هاي وهاي دلتا واحدة، بين هاي وهاي دلتا واحدة، شوف كل واحدة بيناتهم دلتا قيمة واحدة بس. إذا طلعنا قيمة المسافة بين ليفل وليفل اللي هم 8 ليفلات زين. بعدين أريد أطلع قيمة I، بعد ما طلعت الدلتا أريد أطلع قيمة I. I شو يساوينا؟ راوند يعني تقريب زين، قرب لي أوكي. نجي X ناقصا X مني على دلتا. هنا عندي كل حالة يعني بكل مستوى لها قيمة. أجي هنا عند هذه النقطة، عند هذه النقطة قد قيمة X؟ هاي قيمتها صفر زين، عندي بأول حالة. أقل قيمة بX شقداتي؟ هم صفر، يعني هي هاي أقل قيمة والقيمة الحالية. شوف هنا X القيمة الحالية اللي هي الحالة الأولى، الحالة الأولى ناقصا أقل قيمة موجودة بX اللي هو هذا الخط، هذا شوف الخط هذا، أقل قيمة شقداتي صفر اللي هي X mini، وأنا سأعد أشتغل على هاي النقطة هم قيمتها صفر، فصير راوند صفر ناقص صفر على دلتا فيطلع نتيجة صفر. فعندك أول I قيمته صفر. نجي على الحالة الثانية، الحالة الثانية اللي نجي هنا القيمة الحالية اللي X قيمتها دلتا، وين قيمة الحالة الثانية؟ إيه هاي الحالة الثانية شقد قيمتها؟ قيمتها واحد دلتا، فدلتا ناقصا صفر اللي هي X mini، X mini اللي هي أصغر قيمة صفر، فدلتا ناقصا صفر على دلتا طلع نتيجة واحد. اللي هنا اثنين دلتا، عرفت شلون؟ اثنين دلتا هاي الحالة ناقصا صفر على دلتا يطلع لنا اثنين، هنا يطلع ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا إلى ما أصل سبعة، فحصل على قيمة ما يعبر السبعة. ما يعبر السبعة ليش قلنا؟ ليش قلنا؟ لأن قيمة L ثمانية، ف L ناقص واحد سبعة، فيبدي من الصفر إلى السبعة أوكي؟ تمام، تثبتات فنحصل على بالضبط زين، حصلنا على قيمة I. بعدها أطلع قيمة الـ XQ اللي هي المهمة، اللي هي هاي الدرج، هاي الدرج شوف هاي الدرج هي هاي، أنا سأريد أطلع هاي. طلعنا إحنا الليفلات، كل ليفل من هاي الليفلات طلعناها، بس أريد أطلع أنا وطلعنا المسافة هذه، بس أريد أطلع قيمة الـ XQ في كل قيمة من هاي القيم. أجي شي يقولوا XQ اللي هي يسموها الكوانتايزد سيجنال، المحدة كوانتايزيشن. X mini اللي هي أصغر قيمة شقداتي؟ صفر، مو تمام؟ زائدا I الحالية شقد؟ أنا نتكلم على هاي النقطة، بس نتكلم على هاي النقطة، طلع أول نقطة بالنسبة لـ XQ زين، اللي هي هاي الدرج أول حالة من حالات الدرج زين. الـ X mini هي صفر اللي هي من الـ من الـ من الخط، زائد ان اي قيمته اول واحد صفر، في دلتا فيطلع شو القيمه؟ صفر. صفر تمام. راح نستنبط من الحاله ان دائما الاكس مني قيمته صفر صح، دائما صفر، فدائما القانون الاكس كيو هنا بهاي في هذا المثال، مو دائما في كل الامثله، في هذا المثال بس، دائما الاكس مني هي قيمتها صفر يساوينا صفر، فهاي قبل ما احتاج اكتبها، فاقول اي دلتا، ولهذا شوف هنا كتبت اي دلتا، فالاي من الصفر الى السبعه، فمعناته اكس كيو مره صفر، مره واحد دلتا، مره اثنين دلتا، مره ثلاثه دلتا، مره اربعه دلتا، خمسه سته سبعه،
هاي السرعة بسرعة بالحل. إذا ما طبق القانون خطوة خطوة ودوخ نفسي، أنا دائما إكس ميني هي دائما قيمتها صفر في هذا المثال، ما بغير مثال، بس بهذا المثال جزء غير مثال إكس ميني مو صفر، جزء اثنين جزء ثلاثة جزء أربعة ما أعرف، بس هذا المثال. فقبل الإكس ميني من هذا القانون أسقطها ما تسوى، فشي يبقى لي بس آي دلتا. الدلتا هي قيمة متغيرة يعني ما نعرف إيش قدراتي مجهولة فسميتها دلتا. زين، وهنا الآي يبدي من الصفر إلى سبعة، فالإكس كيو أوتوماتيكيا راح استنتجها تبدي من الصفر، لأن الصفر فيه دلتا صفر، بعدين واحد فيه دلتا دلتا، بعدين اثنين فيه دلتا اثنين دلتا، بعدين ثلاثة ثلاثة فيه دلتا ثلاثة دلتا، إلى ما أصل آي سبعة، سبعة فيه دلتا أصل سبعة دلتا. وهاي الحالة أني حصلت على الإشارات الكوانتايزد، هذا هو المطلوب، تبدي من الصفر إلى سبعة دلتا، وأرجع أرسمها أني وأرسم أحدد النقاط مالتها، وثم أرسم الفترات مع كل فترة من هاي الفترات اللي هي الليفلات. زين، إذا إكس كيو صفر دلتا دلتين ثلاثة أربعة إلى سبعة دلتا، إذا خلصنا من الإشارات الكوانتايزد شو كان لازم أطلع الإيرور اللي هو هذا، هاي الإيرور صارت قيمة الدلتا مو واحد هنا؟ لا لا لا، قيمة الدلتا مو واحد ما معروفة هنا، كون استنتجت برتفت قيمة معينة ما معروفة. زين، يعني ما ناخذ قيمة لين دلتا بس؟ لا 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 لا، أنت تقصد هاي الدلتا، تقصد هاي الدلتا مو؟ أي استاذ هاي الدلتا هي. لا لا، أنا قصدت هنا طلعتها قيمة الدلتا يعني قيمة غير معروفة، فتبرف رقم معين، تبرف خمسة في ستة. زين، بس متغير سميتها، أوكي؟ فهي تعتبر قيمة كونستانت. هاي تعتبر واحد. واحد دلتا يعني. فدلتا في قيمة معينة، فكونستانت معين. شو اللي في بالك من هذا الشيء؟ زين، أجي هسه على الايرور كوانتايزيشن. شنو هو الايرور؟ دائما الايرور أنا من أجي أحلم أقول لك طلع لي ايرور لإشارة معينة. شو أقصد بها؟ أقصد بها الإشارة اللي طلعتها النهائية، مو هي طلعت الإشارة الأنشر داني، إشارة الكوانتايزيشن. هاي الإشارة الكوانتايزيشن أنقصها من الإشارة الأصلية، الإشارة اللي طلعتها أني أنقصها من الإشارة الأصلية يطلع لي الإيرور. هشوف الفرق، أوكي؟ ولهذا بعد ما أطبق الحالة بين الإشارة الكوانتايز هذه المثلثات اللي طلعتها القيم، عد الصفر هنا، هنا إيش قدرت قيمتها؟ زين، صفر، وضعت صفر هنا وصبها بالنص، اوكي، من الاشارات الكوانتايزد مثلا. زين، او هنا قيمتها بعد الكوانتايزد بعدها بالصفر، وهنا الاشاره ايش قيمتها الاكس، خلي بس خلينا نضف الشاشه حتى تفهم ايش يصير. شوف هنا الكوانتايز، شوف هذا الدرج بعده صفر لحد هاي اللحظه هو صفر، دي هنا صفر، تمام، هاي صفر، هنا اول حاله هي دلتا قيمتها دلتا. زين، هنا الاكس ايش قد ذات قيمتها؟ قيمتها نص، والكوانتايز ايش قد قيمتها هنا؟ صفر. فالصفر هنا هسه عندنا اول قيمه صفر، ثاني حاله الكوانتايز الاكس كيو ايش قد قيمتها؟ قيمتها واحد دلتا، صح؟ عند هذه الليفل هنا وصف تتقاطع مع الاكس عند النص، تمام، فواحد ناقصا شو عرفنا عند النص بين النصف ارتفاع الاكس اسمه هي صارت، يعني لو تجي تقاطعها راح تشوف انه هالمسافه بين هذه وهذه نص، من هنا لهنا نص ومن هنا لهنا نص، فهذه قيمتها ايش قداتي؟ قداتي نص، هذه قداتي واحد، فواحد ناقص النص طلع لك نص دلتا، واضح؟ وهكذا بقية الحالات واحدة وراء الأخرى تقارن عند الاثنين دلتا. أستاذ هاي النقطة مو واضحة، هسه أنتقل على المرحلة الثانية، أفك سمع النص حتى تفهمها. هسه عندك الحالة الثانية إيش قداتي؟ اثنين دلتا، صح؟ استاذ بس نظف الشاشه بلا زحمه عليك استاذ، مو واضحه وشرحك يقدم عن استاذ، بس الشاشه نظف، هسه نظف لك الشاشه ولا يهمك. هسه اجي اني على اثنين، هسه واضحه الشاشه نظيفه على اثنين دلتا، تمام، صح؟
صح. حتى ابو سعود يقول اكو تاخير. نجي على اثنين دلتا هنا اللي هي هذه، هاي اثنين دلتا صح، هذا الليفل مال اثنين دلتا بالنسبه للكوانتاج الدرج اول قيمه زين بالنسبه للحاله الاكس ايش قداتي بالنسبه لهاي الاشاره اي هاي الاشاره اي هاي ايش قداتي قيمتها تجي تقاطعها تقاطعها هنا مع اي هذا الليفل مع هذا الليفل هاي اثنين هاي بعدها واحد صح فاثنين ناقصا واحد طلع لك واحد دلتا واحد دلتا واضح واضح استاذ وبهذه الصورة أكملها واحدة للأخرى إلى ما أصل إلى النهاية لما أصل سبعة دلتا نفس الحالة تمام بحيث أنا القيم اللي عندي قيم X هذه وقيم الـ XQ هذه أطرح هذا من هذا وأحصل على الإيرور بهذه القيم وراح أشوف أنت القيم الموجودة راح تنزل تصعد تنزل تصعد بين النصف الصفر والنصف وسالب نصف بهذه الحذفية نرجع نحولها بعد ما احنا كملنا الكوانتايزيشن كوانتايزيشن ليفل زين اللي هي في حاله الصفر صار بالاشاره بالصفر عباره عن رينج بالصفر عباره عن وسط باقعه بالنسبه للاكس بين الصفر والنص بين الصفر والنص عند الدلتا بين النص والواحد والنص عند اثنين بين الواحد والنص واثنين والنص وهكذا هذا كلتها بدل ما نقول عليها صفر راح نسميها بالباينري بما انه ال L 3 بت فلازم امثل الصفر بثلاث بتات بت بتين ثلاثة هنا هذا يمثل لي واحد دلتا زين ايش يمثل لي بالبتات اول بت واحد والباقي صفر زين هذا يمثل لي اثنين شلون امثلها بالباينري اثنين هذا يمثل لي ثلاثة هاي بالباينري شيء يمثل لي ثلاثة بغض النظر ما هي هاي الدلتا لأنه هذا يمثل لي البت الصفر هذا يمثل لي الأول هذا يمثل لي الثاني الليفل الأول الليفل الثاني الليفل الثالث إلى الليفل السابع الليفل الأول سمى أو الليفل الصفر سمى صفر واحد اثنين ومثله بالباينري كل حالة أمثلها بالباينري لجميع هذه الحالات هذا الخطوة الأخيرة بالباينري ثم بعدين تطلع الإشارة أول شيء ثلاث أصفارة بعدين صفرين واحد بعدين صفر واحد صفر واحدة ورا واحدة الإشارة تخلص هاي تطلع هاي تخلص هاي تطلع هذه تخلص هاي تطلع هذه وتطلع إشارة متسلسلة واحدة ورا الأخ بشكل باينري وحولنا الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال بهذه الصورة شوف هاي الحالة مثال آخر يعني بالبايبولار يعني شوف جزء الموجب وجزء السالب نفس الحكي السابق وطلع قيمة الاكس مني هنا معلومة والاكس ماكس معلومة شوف هنا الاكس مني ماينس 4 قبل شوي كان عندنا صفر هنا الام سوينا 3 اقصد به هنا 3 بت زين فهي معلومات موجودة واحاول احلها واطلع القيم الهم من هذا المثال هذا المثال كلش مهم عندك 3 بت ومن 0 الى 5 فولت زين 3 بت من 0 الى 5 فولت هذا مهم اكثر السؤال زين يقول لك ما هو النمبر اوف كوانتايزيشن ليفل والستيب سايز يريد يريد النمبر كوانتايزيشن ليفل ويريد الستيب سايز كوانتايزيشن والكوانتايزيشن ليفل عندما يكون الانالوج فولتج 3.2 والباينري كود عند الانالوج ديجيتال كونفرتر وبعدين نريد منك الكوانتايزيشن ايرور عند نقطه 3.2 فولت لازم احنا هاي الامور قسم الامور لازم نجهزها حتى نقدر نحسب كل قيمه من هاي القيم شوف نمبر اوف كوانتايزيشن ليفل يقصد بها ال 2 اس بت و2 اس 3 يساوون 8 هذا المطلب الاول اعتقد ما بيه مشكله سهل لانه بالسؤال قال لك 3 بت يريد منك الستيب سايز اللي هي الدلتا قانون الدلتا الاكس ماكس ناقص الاكس ميني على دلتا الاكس ماكس 5 ناقص الميني
مثلا صفر على L 8 طلع لك 6.25 بالألف. طبقنا X max ناقص X mini, X max ناقص X mini على L, زين طلعنا هاي القيمة. المطلب الثاني, المطلب الثالث الكوانتيزيشن ليفل عندما يكون 3.2 فولت. شنو الكوانتيزيشن ليفل؟ هذا الكوانتيزيشن ليفل اللي هي اقصد بها الاكس كيو. الاكس كيو شو يساوي لنا؟ لازم اكس ميني زائد اي دلتا, صح؟ هذا اي دلتا. الاي لازم اوجده عند 3.2, عند 3.2 اجي اطبقاني اي راوند. الاكس هي 3.2 ناقصا X مني صفر على دلتا راح يطلع لي 5.12. ال 5.12 أقربه إلى أقرب عدد صحيح يطلع لي 5, فالآي ساوينا 5, واضح؟ فنجي لإكس كيو. أستاذ الدلتا طلعنا لك إياه 6.25 طلعناها هاي قيمة. زين إيه زين طلعناها 6.25 بالالف. طبقها x اللي هي 3.2, هاي 3.2 ناقصا 0 على 0.625, تمام؟ 3.2 على 625 راح يطلع لك 512, اقربها الى اقرب عدد صحيح يطلع لي 5, فقيمه اي 5. لو اجي افكر بها قيمه اي 5 صح لو غلط, ضمن الرينج الاي يبدي من الصفر الى ال ناقص واحد, يعني من الصفر الى السبعة, فالاي عندي صحيح ما عندي به مشكله, تمام؟ اجي اطبق القانون مال اكس كيو اللي هي اكس ميني قيمته صفر زائد اي دلتا. انا اريد ايش اريد؟ اريد قيمه الاكس كيو عند 3.2 قداتي. فهنا 5 في دلتا لان الاي عرفناها بالليفل الخامس, فصفر زائد 5 في دلتا, 5 في 625 يطلع لنا 3.125 فولت, هي الهاي كوانتيزيشن ليفل عندما يكون الفولتيه 3.2 عند هذه اللحظه طلعنا كوانتيزيشن ليفل. زين المطلب الاخر اللي حول لي الى الباينري كود. زين احنا شنو عرفنا 101؟ راح نعرفها من شغلتين, اما اسوي جدول واطلع مثل جدول قبل شوي اللي بيه ليفلات اللي بيه هذه, او من هنا شو طلعنا احنا بيا ليفل؟ طلعناه بليفل الخامس, تمام؟ مما طلعناه بليفل الخامس, اذا الباينري كود مال هذه هي 5 ناقص 101, اذا هذا 5. هاي الحاله واضح؟ اخر شيء قال لك احسب لي الايرور عند هذه 3.2, احنا طلعناها قبل شويه الاكس كيو طلعناها هي 3.125 بالالف ناقصا هاي الاكس كيو طلعناها عند 3.2 ناقصا 3.2 راح يطلع لي ناقصا 75 بالالف. هذا الايرور عند هذه اللحظه, هي متسلسله خطوه بعد خطوه, تسلسل خطوه بعد خطوه الى ما تصل الى الحل. استاذ زين السؤال شنو المخطط مالته؟ يعني تقدر توضح لنا شويه؟ المخطط هنا لازم نطلع انت يعني الاي مال كلتهم, طلع الاي من البدايه للنهايه, طبق قانون الاي لكل حاله وطلع الكوانتيزيشن اللي طلع كلها طلعتها ثم ارسمها. لازم شويه لازم احل هالسؤال, حاول انت تجرب بايدك حله وتعرف الخطوات. زين هذا بما يخص الكوانتيزيشن ليفل. زين ننتقل الى المحاضرة السادسة. شو شي بيها المهم؟
لأن المحاضرة السادسة هي شكلها تايم سيجنال. ها هنا على التصحيف وما تصحيف. شوف المهم مرات تجيك الإشارة بشكل هذا الجدول. طلع هاي كلش مهمة. مرات تمثيل الإشارة ما مو شرط إنه أرسم لك إياها. مرات أمثل لك هذه الإشارة N و X. هذا يمثل لي الـ X axis يعني هذا X axis نسميه X نحن نسميها N بالـ DSP. وهذا الـ X يمثل لي الإشارة. عند السالب أربعة هي صفر. ستقسمها سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة. عند السالب أربعة صفر تجي تأشر هنا صفر. عند السالب ثلاثة صفر. عند السالب اثنين صفر. عند السالب واحد ثلاثة قيمتها ثلاثة. زين عند الصفر هي صفر. عند الواحد هاي الواحد قيمتها واحد. زين عند الاثنين أربعة. هاي عند الاثنين صاعدها أربعة. زين وعد الثلاثة واحد. زين بعدي الصورة وعد الأربعة صفر. هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة وهاي أربعة. هاي سالب واحد هاي سالب أربعة. مرات مثل لك إياها مثل هاي الموجة كديسكريت أو سامبلر أو مثل لك إياها بشكل جدول. هاي تسمى X هاي تسمى N مثل ليها بهذه الصورة. فهذا مرة مثل لك إياها بشكل جدول مرة مثل لك إياها بشكل إشارة. فأنت خليها في بالك. ومرات أخرى أمثل لك إياها بشكل إيش مجموعة. شوف مثل هذه خلينا نسوي خلينا نحل نصلح ال أمثل لك إياها مثل هذه. هذه شو نسميها؟ عند هذه النقطة تمثل لي الـ N صفر. هاي N سالب واحد هاي N سالب اثنين هاي واحد هاي N اثنين. يعني من نجي أقسم هالشكل هاي N زين وهاي بالنسبة لي الإشارة X. هذا سالب واحد هذا سالب اثنين هذا سالب ثلاثة هذا سالب أربعة. زين وهذا تمثل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شو قلت هاي تمثل خمسة هنا خمسة مثلا. عد الصفر عندما n صفر هذا السهم يمثل n قيمته صفر. عند الصفر جت قيمته قيمة x قيمتها صفر. صفر هنا هاي تمثل لي n سالب واحد. سالب واحد جت قيمتها ثلاثة. عد سالب واحد قيمتها ثلاثة. عد سالب اثنين قيمتها صفر. زين هاي النقاط معناته البقية كلها صفارة. هاي كلها صفارة كلها ما لها قيمة. بعد نجي هنا هاي تمثل لي عندما n واحد x قيمتها واحد. هاي n تمثل لي واحد صح قيمتها واحد. أصعد لي هنا واحد قيمتها واحد. n اثنين جت قيمتها أربعة. هاي قيمتها أربعة. زين هاي عند الاثنين عندما n تساوي اثنين. عند ثلاثة قيمتها واحد. عندي أربعة صفر عندي خمسة صفر. هاي هنا صفر وهاي صفر. زين هاي تمثيل آخر الإشارة بهذه الصورة. فأنا ممكن أمثلها بعدة طرق. إما مثل لك إياها بشكل جرافيك مثل هذا أو السيكونس. هذا يسمى سيكونس. هذا الشكل يسمى سيكونس. أو أسمي لك إياها بشكل إيش شكل جرافيك أو بشكل دالة مثل هذه الدالة 3 n زائد 1 بس n من سالب انفينيتي الى انفينيتي. بتعوض قيمه n بكيفك. رينج تاخذ لك في رينج معين وشوف القيمه قد تطلع لك قيمه القيم. عد الصفر عوض عن قيمه صفر n ايش يطلع لك؟ صفر في 3 زائد 1 يطلع 1. اذا عند عد الصفر هي قيمتها 1. عند الاثنين ايش قد تطلع؟ 7. عند الثلاثة ايش قد تطلع؟ 10. عند الأربعة ايش قد تطلع؟ 13. وهكذا تعوض القيم تطلع قيمة X وتطلع قيم N وتعرف N و X القيم الخاصة بها. هاي تمثيل الإشارة بهذه. استاذ بلا زحمة عندنا محاضرة أستاذ جيهان عندنا محاضرة الساعة 5. الساعة 5 عندكم محاضرة لأنتم محاضرتكم من 4 ل 6.
والله هسه انطت الرابط. هذا هسه نبلغها نقول اجليها للست عادي. لا المحاضره مالتي من 4 الى 6 ساعتين عندي. تتأجل محاضره السجاه. استاذ بلا زحمه عليك. ايه استاذ انا بالدوام وطلعت من الزوم على السؤال السابق. بس السؤال بالنسبه للماكسيمم استاذ مثلا 3 بت يعني يصير 2 اس 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 3 الماكسيمم المفروض 7 تكون استاذ انه نحسب من الصفر الى 7 8 بتات يصير وهي المفروض يعني هو الاي بس احنا صفر 7 كتبنا 8 استاذ بالسؤال هي لا يعني 8 ليفلات ماكسيمم من الصفر يعني. من الصفر الى 7 هي 8 ليفلات 8 بتات يصير 8 ليفلات ايه مراحل ايه 8 ليفلات زين والاي يبدي من الصفر للسبعة كمت الاي زين؟ بس الساد ال بس الساد ال بالسؤال ال الماكسيم كتبناها 8 اكس ماكس ايه هذا هو هذا هو معلومة انطاك ذاك معلومة بالسؤال ان اكس ماكس هي قيمتها 8 فانت عندك من الصفر الى 8 اوكي وانت تقسمها أوكي. على أجيز أعطيك من الصفر إلى الميتين وقل لك الليفل يساوينا 8 شون أنا أقسم من الصفر إلى الميتين على 8 ليفلات على 8 ليفلات زين عزيزي واضح؟ واضح اليونت إن شاء الله إن شاء الله زين عندك اليونت سامبل هاي هذا الرمز من اليونت سامبل زين عند الصفر تكون لها قيمة والبقية ما لها قيمة كلها قيمتها صفر تمثيلها بشكل رياضي تمثيلها بشكل جرافيكس زين في هذه الصورة نجي على يونت ستيب تمثيلها بشكل رياضي قيمتها واحد إذا كانت أكبر من الصفر إذا كان الصفر فما فوق قيمتها واحد شوف هاي قيمتها واحد إذا كانت n من الصفر فما فوق ومن n من أصغر من الصفر قيمتها صفر اعتمادا على هاي القيمة بصورة عامة يونت رامب يونت رامب أجبتكم إياها بالسؤال عندما تكون n صفر فما دون هي قيمتها صفر من تكبر n هي هم تكبر الدالة تكبر إذا قلت تكبر n الدالة تكبر أوكي فهذا يسموها رامب من كلمة رامبا مثل ما تسميها رامبا صعود شوف بداية ناصية وبعدين تصعد كل ما تصعد قيمة n أكبر من الصفر هي هم تصعد وياها فهذا يسموها يونت رامب الإكسبونشيال سيكونس طبعا بيها حالات كثيرة 4 حالات يعني إذا كانت محصورة ما هنا عندك a أس n ال n تبدي من سالب انفينيتي إلى انفينيتي بس a هو كونستان إذا كان هذا ال a بالبوينتات بين الصفر والواحد شو يصير بالدالة تنزل وإذا كانت أكبر من واحد قيمة الدالة تصعد زين وقيمة الأي هنا بالبوينتات بين السالب واحد والصفر زين مرة تكون قيمة تصعد يعني تنزل بس مرة باتجاه الموجب ومرة باتجاه السالب زين هاي يعني بهذه الصورة بهذا الاتجاه وهنا قيمة أي إذا كانت أصغر من سالب واحد يعني جيجد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة زين الاكس راح تكبر مره موجه مره سالب زين بهذه الصوره الو حسين طفي المايك مالك ولا زحمة عليك حسين طفي المايك مالك حتى من تحتاج تتكلم افتح المايك زين ناخذنا مثال قال لك هذه تزحيف عندنا مثلا او شوف هنا اكس ان مره مزحفه بيها ديلي ومره بيها ادفانس الاشاره اكس ان هذا ايه استاذ بس تقدر شويه تعيدها لان دخلنا على جروب مسوي لنا جروب مع الدكتور يونس مع السيطرة على أساس هو بالخمسة محاضرته فدخلنا هسه عليه بلغناه إنه إحنا بعدنا محاضرة يمك إيه
فهو أجلها لسه بع المحاضرة ما سيطرة تمام همي بالزوم. بس استاذ بلز احنا بتقدر شويه بس تعيد على السريع لين كان دا ادخل وياه على مدابلغه احنا وياك لين دا ينتظرنا كان هو ما يعني هاي الحاله لو ما فتش حال سابقا ما فتش شيء مو يعني معلومات عامه بس هسه راح تفهم انت من هنا وسام ما تفهم من هنا ما فت كلام مهم تبع عليها هسه راح تفهم السابق كله زين هسه هذه الاشاره هي اسمها اكس ان ومثلا هنا بشكل جرافيكس قلت لك انا هاي الاشاره اكس ان مره زحف لي بمقدار ناقص 3 ومره زحف لي بمقدار 2 زائد 2 هاي عندنا الاشاره الاصليه شوف من زحفناها الاشاره بمقدار اول شيء ماذا زحفناها بمقدار ايش قد ماينس 3 يعني ايش صار الاشاره صار الاشاره بها ديلي زين شوف هاي الإشارة الأصلية وهاي الإشارة المزحفة اللي بيها ديلي شنو ديلي؟ يعني تأخرت عن الوقت بمدة معينة تأخرت عن الوقت بمدة معينة مفروض هذه السامبل تيجي عند الصفر وين جاء؟ جاء عند الثلاثة تأخر بمقدار 3 وحدات اعتبروا هذا زمن حتى تفهم المسألة اعتبر إيه هذا زمن ساعة 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 يعني زمنية زين تايم هذا مفروض عند الإشارة الأصلية جت عند الصفر بس اتأخرت بمقدار 3 وحدات 3 ساعات يعني متى جت يعني مفروض تجيك أنت بالاثنا عشر الظهر جتك ساعة 3 الظهر يعني معناته شنو اتأخرت 3 ساعات نفس المبدأ شوف أخرتها 3 ساعات أو 3 وحدات أزحف الإشارة إلى اليمين لأن تأخرت 3 مرات أو 3 وحدات 3 وحدات زمنية زين المسألة الثانية اللي هي قال لك الإشارة تقدمت بمقدار 1 وحدة يعني محاضرتنا مثلا كانت بالأربعة قدمت الوقت سويته بالثنتين تمام شوف هي الإشارة مفروض تجي عند الصفر هاي الأربعة مفروض تجي عند الصفر وين جت هاي الأربعة زين وين جت عند السالب 2 أول وحدة جت وصل شوف 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هاي وين جت عند السالب 2 اتأخرت بمقدار يعني تقدمت قبل الوقت بساعتين أو بوحدتين زمنية فالإشارة كلها اتجهت إلى اليسار كلها اتجهت إلى اليسار بمقدار معين اللي هو موجب 2 بهذه الصورة واضحة الفكرة؟ أستاذ الكهرباء شها مقطوع والله كل شيء مقطوع زين أرجع أنا بس أعيد المسألة من جديد زين قبل شوية زميلكم قال فتت على الدكتور يونس حكيت معاه وشوية زحفنا المحاضرة من ساعة 5 سويناها الساعة 7 ايش قد زحفتوها؟ ساعتين تمام؟ ساعتين يعني ايش صار بها؟ صار بها تأخير المحاضرة صار بها تأخير المفروض تاخذوها بالخمسة صارت بالسبعة هنا اقصد بها اني هم هذا شوف الناقص 3 الناقص 3 ايضا زحفتها واخرتها الاشارة بدل ما الاشارة جت بوقت الصفر جت بوقت الثلاثة شوف عند الصفر هي أول قيمة هي هنا هاي أول قيمة أجي أقارنها مع محور الأساس الأصلي زين هذا المحور الأساس قد أن القيمة الأصلية عند الصفر هي قيمتها 4 تمام أزحفها هذا بمقدار 3 وحدات زين أأخرها المفروض يجي عند الصفر جت عند الثلاثة الظهر أو مثل ما صارت كل محاضرة بالخمسة صارت بالسبعة أخرتها نفس الشيء هنا هم تأخير صار عندي وآخر الإشارة بمقدار 3 وحدات اعتمادا على ناقص 3 فأخرت الإشارة بخلت باتجاه اليمين 3 وحدات مفروض تجي عند الساعة 12 جتني عند الساعة 3 والإشارة كل قيمة من هذه القيم كل قيمة من هذه القيم كل قيمة من هذه القيم أي واحدة منهم آخرها بمقدار 3 مفروض هذه صار عند الأربعة صار عند السبعة
هاي عد الثلاثة صارت عد الستة، هاي عد الاثنين صارت عد الخمسة، هاي عد الواحد صارت عد الأربعة، هاي عد الصفر صارت عد الثلاثة، هاي مفروض بالسالب واحد جت عد الاثنين، هاي بالسالب اثنين جت عد الواحد، هاي بالسالب ثلاثة جت عد الصفر، وهذه عد السالب أربعة جت عد السالب واحد، وهذه عد السالب خمسة جت عد السالب اثنين، زحفتها إلى اليمين بمقدار ثلاث وحدات بصورة عامة. هنا استاذ باتجاه الموجب يصير مو استاذ من يصير ناقص. انت افهمها باسلوبك، كل واحد يفهمها شكل، انا افهمها بمبدا الساعه حتى ما اخربط نهائيا، ازحفها واخرك انما اعتبر هذا الجو الوقت هو التايم، وجاء زائد قدمت عن الوقت، جاء ناقص اخرها عن الوقت، كل واحد حسب ما يفهمها. واحد يقول اذا جيت ناقص من يصير سالب يعني ازحفها على اليمين، من يصير موجب ازحفها على اليسار، كل من بكيفه، كل من لقي الاسلوب اللي يحبه. اكو واحد يقول ازحفها على اليمين وراح ازحفها على اليسار، اكو منهم يقول لا اعتبره مثل الوقت ومشي هالشكل. انت اكو واحد يقول لك لا انا اعوض قيمه واطلع، انت افهمها بالطريقه اللي تريدها، بس المهم تصل الى نتيجه صحيحه، سواء زحف اليمين يسار او تعتبرها كمبدأ الساعة وتشتغل. شوف هنا مزحفة بموجب اثنين، يعني معناتها تقدمت قبل الوقت جت، يعني مفروض تجي عد الساعة المحاضرة مالكم مفروض يعني ما عد الساعة أربعة خلتكم ساعة ثنتين الظهر، بدل ما ساعة أربعة ساعة ثنتين قدمت الوقت المحاضرة. هنا هم الإشارة أقدمها بمعنى قولتكم أنه زحفة إلى اليسار بمقدار جد، بمقدار وحدتين. طبعا هذا الكلام، هذا الكلام اللي هو يسموه ادفانس، هاي حاله سمى ادفانس، قبل الحاله السابقه اللي بيها ناقص ديلي هنا بورزاي يسموها ادفانس. الادفانس بالارض الواقع ماكو اشاره تجي قبل وقتها، يعني هسه مثلا انا قاعد احكي لايف معاكم، هسه قاعد احكي معاكم، يصير هذا الكلام اللي قاعد احكيه هسه بهاي اللحظه انه تسمعه قبل اربع ساعات، ما ممكن، يعني هسه احنا بهاي اللحظه، هاي بس لغرض العمليات الحسابية. هاي الحالة اللي هي زائد، هاي زائد أو هذا الجرافيك الزحف إلى اليسار بمقدار، هاي بس لغرض العمليات الحسابية أو لغرض المعالجة، بالحقيقة ما موجود. زين بالأرض الواقع بالريال تايم نسميه إحنا ماكو، لأنه ما ممكن تتحقق هاي الحالة. أسا محاضركم بالساعة خمسة وأنا أسا قاعد أتكلم، هذا الكلام اللي تكلموا معاكم هسه حاليا، او انت ما تسالني استاذ ما سمعنا كذا تحكي مع دكتور يونس والله يقول لي طفل الكهرب عندي او فصل لي من زوم، هذا الكلام ما ممكن يصير قبل ثلاث ساعات، يعني هسه انت هسه انت صار معك الحدث، حدث هسه بهذه اللحظه، ما يسموها حاله مستحيله امبوسيبل، يعني ما ممكن يتحقق هذا الشيء. لماذا؟ لانه ما ممكن اعطاء يعني يعني تقديم الوقت بالريال تايم، يعني كل لحظة بلحظتها. زين في بعض الأحيان شلون؟ الآن إيش تعني هنا؟ الآن تعني التايم، التايم بالديسكريت. أوكي هناك كان نسميها تي بالإشارات الأنالوج نسميها تي تايم، هنا بال بدي اس بي بديسكريت نسميها ان. شوف هنا شوي راح الامر يختلف، عندك المحور الان هتقرب الاشاره، هنا الموضوع يختلف. هاي الاشاره الاصليه وقلت لك مره قلب المحور، يعني هذا يتحول هنا وهذا يتحول هنا، هذا معناته اكس يساوي ماينس ان، وهنا اقلبه وزحف، راح تختلف المساله عندك. شوف هاي الإشارة الأصلية بعد ما مزحفة ولا مقلوبة، زين هنا قلبتها قلت لك ناقصا ان، ايش معنى؟ معناته هذا الجزء حوليه على هذا الجزء، شوف تحول هنا، وهذا الجزء حوليه هنا، شوف تحول، هذا بمعناته قلب المحور، قبل قلب المحور ان، الموجب يصير سالب والسالب يصير موجب، مو قيمة الامبليتيود، مو قيمة هاي الامبليتيود، لا المحور هذا، زين
هذا يتحول هنا يمين يسار ويسار تحول يمين، هذا بمعناته قلب المحور. اوكي طيب الحالة الأخرى اللي شوي راح تدوخكم زين، ناقصا اين زائد اثنين. اولا لازم انت تقلب المحاور، هذا هاي الدالة الأصلية، شوف قلبت المحور، يعني قلبت المحور زين، وبعدين قال لك ايش زيد اثنين، انت قبل شوية قلوا زيد اثنين شو تسوي؟ توجه لليسار قلت ما صح؟ زحف لليسار مو؟ نعم زحف لليسار، هنا الزحف لليمين مع علم هو زائد، شوف الإشارة زحفت لليمين، زحفت اليمين وما زحفت اليمين، زحفت اليمين. إذا انقلب المحور، شوف إذا انقلب المحور عفوا، إذا انقلب المحور ناقص إن، إذا كانت اليمين سويه اليسار واليسار اليمين على حسبتكم أنتم زين، على حسبتي أني إذا تقدمت معناتها تأخرت، وإذا تأخرت معناتها تقدمت زين، هذه الصورة. أعتقد موضوع ما فات صعب كثير. خلصنا من هاي المحاضرة اللي هي محاضرة رقم 6، محاضرة رقم 7 اللي هو الكفاليوشن. الكفاليوشن الكفاليوشن صم، عندنا الكفاليوشن هو نوع من انواع الفلتر طبعا، وصيغته الرياضيه هذه صيغته الرياضيه زين، اللي عباره الاخراج سميشن لكي من ماينس انفينيتي الى انفينيتي الاشاره اكس اوف كي في الامبلس سيجنال، في الامبلس او يسموها امبلس ريسبونس زين سيجنال المزحفه بمقدار كي. واضح؟ هاي الصيغه الرياضيه صيغه عامه، وايضا اكو صيغه اخرى اذا لا خليني انتقل اذا اشوفكم اياها. الصيغه الرياضيه الاخرى ايضا هذا معناته كفاليوشن، هذا اذا سويت علامه النجمه بين اشارتين، بين اشاره السيجنال وبين الامبلس ريسبونس علامه النجمه مع كفاليوشن، او هذه الصيغه نهايتهم يدل على انهم كفاليوشن. نرجع للبدايه، الكفاليوشن ينحل باكثر من طريقه، اكو بطريقه الجرافيكس عباره عن هذه الاشاره وتنضرب في اشاره اخرى مزحفه ونحصل هذه الاشاره الجرافيك مضروبه كفاليوشن مع الاشاره المزحفه نحصل على الإشارة الإخراج. طبعا هاي العملية سلسلة طويلة من الحل، فأنا الطريقة بس مجرد يعني نبهتكم عليها، أكو طريقة حل، جزء أحد منكم يبحث في الانترنت أو يشوف أكو طريقة حل بالرسم، والرسم حل الرسم شوية مزعج بالنسبة لك كطالب لأنه به خطوات كثيرة، أنا قبل أعطيتك الحل بس هي عبارة عن سلسلة من الخطوات حتى أصل إلى هذه النتيجة، فهذا النوع من الحل بالكفاليوشن ما مطالب به، بس انت تتعلمه كضرب اشارات زين. الطريقه الثانيه الطريقه الحسابيه عن طريق هذا القانون، تطبق هذا القانون تضرب اشاره الاكس كي في الامبلس وتحصل على قيم ثلاثه، وهي عمليه ايضا مزعجه تسمى المالتيبل بولينوميال. خالد مطلق بقى بس المايك مالك زين، هذا يسمى multiplication of two polynomial، هذا هم عملية مزعجة جدا، فأيضا ممكن أنا طريقتي أهملتها. الطريقة اللي راح أعتمدها عن طريقة جدول اللي tabular computation، عملية الحسابية باستخدام الجدول اللي هي أسهل طريقة. خلينا ننتقل إلى المثال، ننتقل إلى المثال لأن المثال خليته غير محاضرة.
non-convolution. نجي عفوا نجي على المثال. اوكي نجي على المثال. عندنا المثال عن كافليوشن. كافليوشن انا ايش راح اعطيك؟ اعطيك الاشارات التاليه. اعطيك اشاره الاكس اوف ان مع هذا السهم. شوف هذا السهم، هذا يمثل لي عند نقطة صفر، وإن تساوينا من صفر إلى أربعة، معناتها صفر عند الواحد، عند الاثنين، عند الثلاثة، عند الأربعة. وأيضا أنطيك الإمبلس ريسبونس لإج إن، واحد اثنين صفر سالب واحد. وأيضا أنطيك قيم إن من صفر إلى ثلاثة، احتمال أنطيك إياها احتمال لا، اعتمادا على هذا السهم تعتمده. أقول لك إيش أقول لك؟ احسب الكافليوشن إكس إن في إج إن. شوف هنا حطيت علامة الكافليوشن. زين انا لازم احل بهذه الطريقه. كيف احل؟ اجي كالتالي، عند الاشاره الاكس اوف ان هذه نطلقكم اياها بالسؤال، وهذه الاج اوف ان، كل واحده من هذه القيم اسقطها بهذا الجدول، اسوي جدول بهذه الصوره. بس قيمته لوين ينتهي ما اعرف، يعني هذا يبدي من الصفر الى السبعه ما اعرف من يوصل يبدي لما ينتهي. اجي اشوف السهم هذا من بدأ؟ من أول قيمة. وهذا من بدأ؟ من أول قيمة. إذا الجدول راح يبدي من الصفر إلى وين ينتهي؟ هذه كم قيمة؟ هذا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا صفر واحد اثنين ثلاثة، هنا أربعة وهنا ثلاثة، قصرت القيمة سبعة. إذا الجدول ما يبدي من الصفر إلى السبعة. واضحة هذه طلاب؟ أعيدها مرة ثانية، خاف أحد مفتح. يعني مجموع الاكس اتش ان. آه من يبدي هذا؟ بدأ بالصفر. شوف بالضبط. مجموع مقاطنس. إيه. هذا من يبدي؟ بدأ من الصفر. وهذا من بدأ؟ بدأ من الصفر. إذا اثنيتهم بدأوا من الصفر، قول أبديها من الصفر آنهم. إذا واحد بدأ من السالب واحد، والأخ من الصفر، أبديها من السالب واحد. واضحة؟ وين انتهي؟ هذا انتهى عند الأربعة، هذا وين انتهى؟ عند الثلاثة. إذا أساوي جدول إلى السبعة، أربعة وثلاثة سبعة. نعم. أستاذ بلا زحمة، نفترض إنه شنو السهم بدأ من الواحد. نحسب من بعد الواحد يعني. لا 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 حبيبي، ماكو بدأ من الواحد، دائما السهم يبدي من الصفر، بس إذا كانت قيم قبله. بس أشنو مرات شو يصير؟ يصير السهم هنا، يعني ما لا تعتبره هنا، لا تعتبره هنا، اعتبره هنا. وين بدأ؟ هذا الصفر يمثل، بس هذا شيء يمثل؟ مثل سالب واحد، تمام؟ سالب واحد. وهنا شيء مثل صفر، فسالب واحد وصفر. هذا سؤال. إيه، فهنا أبدي جدول. أبدي جدول من سالب واحد. سالب واحد. إذا كانت يمين ويسار هذه تعتبر سالب وموجب. إذا كانت يمين ويسار. بالضبط. زين؟ حتى هنا بدأ من الصفر اثنيناتهم، فبدأت من الصفر وانتهى باربعة بثلاثة وهو سبعة. أجي هاي القيم أسقطها على الجدول كالتالي، هذا قيمة عند الصفر هي سالب اثنين، هذا عند الواحد، هذا عند الاثنين، هذا عند الثلاثة، وهذا عند العفو عند الثلاثة، هذا عند الثلاثة، وهذا عند الأربعة، وهذا عند الواحد، وهذا عند الاثنين. أوزعهم بهذه الصورة بحيث أنا أنزل كل القيم بالجدول هذا. لحد الآن أنا اللي حليته هو معطى، هذا كله معطى، تمام؟ أبدي أشتغل على الحل. أجي أترك فد مربع عمود واحد، هذا أتركه، هذا هنا أتركه، هذا فراغ، حتى أبدي عملية معالجة. مسألة تنظيمية يعني ترتيبية للحل. أول حالة أضرب الأولى في الأول، x صفر في s صفر، يطلع واحد في سالب اثنين سالب اثنين. أجي أثبت الـ edge أخليها صفر، لأن استنى أشتغل على edge باقية، بس الـ x أغير.
الاتش بقت صفر، الاكس تغيرت، فواحد في صفر ايش يطلع؟ صفر. بعدين واحد في واحد، اثبت هذا بعد واضربه في هذا، واحد في سالب واحد، اثبت الايدج واضرب في الاكس الاكس القادمه، واحد في اربعه، اثبت اول حاله. زين اجي الحاله الثانيه، من اجي انتقل الايدج من هذه على هذه، اهمل اهمل مربع. استاذ عيدها بس استاذ عيدها. زين بس ثاني هنا بعد ما سقطت القيم بالجدول اجي اضرب اج صفر في اكس صفر، هذا هذه اج دي صفر في اكس دي صفر، فواحد في سالب اثنين سالب اثنين. اجي الحاله اللي بعدها الاج اثبتها واضرب بالاكس القادمه، فواحد في صفر صفر، بعدين اثبت اج ابقى على اج واجي على اكس القادمه، واحد في واحد، بعدين واحد في سالب واحد، بعدين واحد في ثلاثة. زين أنا استحاليا كملت هذه، بعدين أنتقل على الحالة القادمة، أنتقل إلى الاثنين. من أنتقل إلى الاثنين أنا الإكس هذا المربع أهمله، لأن انتقلت من إج الأولى إلى الإج الثانية. أسأت هاي الاثنين راح أضربها في كل هذولة واحدة واحدة، أجي اثنين في سالب اثنين سالب أربعة، اثنين في صفر صفر، اثنين في واحد، بعدين اثنين في سالب واحد، بعدين اثنين في سالب ثلاثة، هاي أثبتها وأضربها. بعدين من أنتقل إلى الحالة الثالثة ما بديت هنا، إذن هذا أهمله وهذا أهمله، وانتقل إلى حالة جديدة. زين أثبت هذه واضربهم في كل هذولا، صفر في كل هذولا كلهم صفارة للسرعة. تمام تمام للسرعة كملت. هسه انتقل الى ايد جديدة، من انتقل الى ايد جديدة كم ايد خلصت؟ ثلاثة. اذا اهمل ثلاث مربعات، هذا مربع هذا مربعين هذا ثلاثة، اهملهم ثلاثتهم، ابدي بمربع جديد اللي هو هذا. زين هذا الجديد x صفر في اج ثلاثة، اثبت الاج واضربهم في كل هذه القيم، فسالب واحد في اثنين اثنين، سالب واحد في صفر صفر، سالب واحد في واحد سالب واحد، سالب واحد في سالب واحد واحد، سالب واحد في ثلاثة سالب ثلاثة. انا لسه حاليا كملت الاج، بقى بعد شيء اج؟ ماكو، انتهى الاج. زين وشوف هنا واحدة اثنين ثلاثة اربعة، أربع صفوف لأن عندي أربع قيم لـ Edge. إذا هنا أوكي كملت ما عندي مشكلة. أرجع شو أسوي؟ أجمع أجمع هذا. شوف الخطوة اللي القادمة أجمع كل عمود بوحده. قد بينا سالب اثنين أجمعهم على البقية سالب اثنين. شو طلع؟ أطلع قيمة Y. قد طلع سالب اثنين. أجي اللي بعده أجمعهم صفر وسالب أربعة سالب أربعة. واحد وصفر وصفر واحد واحد اجمع سالب واحد سالب اثنين صفر باثنين اجمعهم يطلع ثلاثة. اللي بعد خمسة خمسة. زين وهنا واحد وهنا سالب ثلاثة. هاي القيم اللي طلعت هنا، هاي القيم اللي بالاسفل هي قيمة واي. زين سلم لي عليه والله سيد، بس صوتك والله جاسم. زين هنا قيمة واي، قيمة واي هاي القيم الجديدة من واي اللي هي نتيجة الكافوليوشن، هاي تمثل عند ان تساوي لنا ايش؟ كيف قيمة ان؟ صفر. هاي عد الصفر، هاي عد الواحد، هاي عد الاثنين، هاي عد الثلاثة، عد الأربعة، عد الخمسة، عد الستة، عد السبعة. من اجي ارسم الاشارة شوف من جديد قيمة جديد. شوف انا عد السالب اثنين خليتها هي صفر صح؟ وين تبدي من الصفر الى السبعه؟ من جبت هاي المعلومات؟ جبت المعلومات من هنا، سالب 2 سالب 4 1 3 وسالب سالب 2 ايش تمثل لي قيمه الصفر؟ والان تبدي من الصفر الى السبعه، شوف تجي هنا من مثلتها عد
عد سالب 2 سويت السهم والان تبدي من الصفر الى 7، وبهذه الطريقه انا كملت الاشاره. وممكن انا اقدر ارسم هذه الاشاره زين، هاي واي اوف ان زين، وهذه تمثل لي ان، وارسم هاي القيم حسب الاشارات زين، ارسمها عند الصفر سالب 2، عند الواحد سالب 4، وهكذا لي ما اخلص من السبع قيم ممكن ارسمها بهذه الصوره. واضح هذا الكبير؟ اي رسم مطلوب، ما تطلب منك اقول لك ارسم لي اشاره الاخراج. انت من وصلت هاي المرحله طلعتها ترسم لي اشاره الاخراج، تقدر ترسمها لانه هسه هاي ممثله بشكل سيكونس، انت من السيكونس تقدر تسمي تقدر ترسم لي جرافيك صح؟ اذا وصلت هاي المرحله تقدر ترسمها تمام ولا لا؟ بس هذا بحاله الضرب يعني شرط نثبت ايج لو نعتمد على اكثر قيم؟ لا 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 ثبت ايج مثل ما علمتك، كل صف كل صف ثبت الايج بي واضرب بالقيم الكل واحده واحده. اذا جت ايج اذا جت ايج قيمها اكثر من الان الاكس ان عادي، هم ثبت الايج واضربها في الاكس ان ماكو مشكله. يعني دائما ثبت الايج ثبت ايج قلنا ايش يصير عندك؟ كم قيمه لايج؟ اربع قيم، عندي اربع صفوف، اربع ست قيم اما ست صفوف ماكو مشكله. زين عزيزي ماكو مشكله بس هذا يعني نحتاج نكتب هالتفاصيل ايج 1 وايج 2 ايه طبعا وايج 3 طبعا طبعا نحتاج هالتفاصيل ايه طبعا حتى تفهم انا ايش حسوي انت تمام ولا لا؟ اوكي اوكي مو يعني صار حتى هيك الصفر ايج 1 لو بس الارقام ننزل لك بالجدول عادي نزل لي هم تقول لي هاي ان وهاي اكس وهاي ايج وهاي واي ان كلها تمثل لي اياها يعني. مثلا الحاصل ضرب الواحد في ناقص اثنين يعني يحتاج نقول اكس اوف صفر ايج اوف صفر ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج لهذا انا بس قول لي قبل النتيجه حتى الحل يترتب شويه اي 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 قبل انا بوران قاعد اشرح لك فكتب لكم ما عند الكوريليشن. الكوريليشن الفائده منه زين الرسم استاذ لا زحمه عليك الرسم استاذ معليش ساد الرسم ما كبريوشن ما تكملت ال... ايه نعم ساد بلا زحمه عليك انت ترسمه ما فد مشكله انت ترسمه انت طلعت السيكونس مارتك ومن السيكونس ترسمه مثل ما رسمناه قبل شويه الامثله السابقه حتى ترسمه ساد ما صعب الو ترسمه ساد انت عندك قيم طلعت من الزوب قبل شويه انا بالدوام اليوم والله ساد بلا زحمه عليك ما يخالف ما يخالف ما يخالف حد بس يكسب الوقت يعني انت عندك عندك قيم ان وعندك عندك قيمين عندك قيم اكس بس ايه والله تشرح لنا يا رحمه الله ابوك استاذ ما عليك يا اخي بس خلينا نحكي عن كوريليشن الكوريليشن لانه كلش مهم. الكوريليشن هو الاستفاده منه هي مقارنه بين اشارتين ايضا اعمل مقارنه بين اشارتين واعرف درجه التشابه بين هذه الاشاره وهذه الاشاره حتى اعرف انه هل هذه الاشارتين متشابهتين او لا. مثال على هذا الكلام مثال على هذا الكلام شوف هنا أسويت لك أنا مثال عندك صحن قمر صناعي أو ريسيفر يعني ويرسل ويستقبل ترانسميتد سيجنال ترصد طيارة رادار يرصد الطيارة تبعث إشارة راح طخت الطيارة ورجعت إشارة عاكسة زين طبعا الإشارة العاكسة راح تفرق عن الإشارة المرسلة إذا شفتها متشابهين إنه ما حيصل الطيارة، إذا شفتها مختلفين فقيم معينة تغيرت فمعناته أكيد إنه فدرصد فجسم معين موجود بالجو زين وراح يكشفه الرادار. هذا الفائدة من الكوريليشن إيجاد التشابه بين إشارتين. أنا رسلت إشارة صدمت بالطيارة ورجعت الإشارة وصار إيش؟ أكو فرق بالإشارتين. ما دام صار فرق بالإشارتين إذا أكو فد شيء جسم موجود بالجو رصد لي إياه الايش الرادار. هذه بصوره عامه الغايه من الكوريليشن. الكوريليشن شو له اخرى بنوعين الكروس كوريليشن والاوتو كوريليشن. هو نفس الطريقه مال الحل بس الكروس كوريليشن بين اشارتين مختلفتين يقارن. اذا مثلا ايش عندك؟ عندك اشاره موجوده
وريد تقارنها مع إشارة أخرى، تقول هل هذه الإشارة هي تشبه هذه الإشارة أو لا، تريد تقارن بيناتهم، هذا يسميه cross correlation. أما إذا كانت إشارتين متشابهتين مثل الرادار، راحت إشارة ورجعت هي نفس الإشارة بس أتقارن بيناتهم شوفهم مشابهين أو لا، هذا يسموه auto correlation، مقارنة بين إشارتين متشابهتين يسمونه auto، نفس الطريقة الحل، بس هذا بدل ما أقول X و Y نقول X و X، وهذا بدل ما أقول cross correlation أقول عليه X و Y. إذا جاك الرمز X و Y R X و Y و cross، وإذا كان جاك R X X إذن هو auto correlation، وهذا القانون مال cross correlation. زين R X Y ل L مع summation، وال L تبدي من الصفر باتجاه موجب والسالب، يعني من سالب انفينيتي لانفينيتي معناته. وإذا كان auto correlation R X X summation بين X N مع X N مزحفة، شوف هنا بعدين Y N مزحفة، X N مع Y N مزحفة، X N مع X N مزحفة، وال L قيمتها من سالب انفينيتي إلى انفينيتي. هذا الصيغة العامة للكوريليشن. حتى احنا ندخل بالمثال حتى نستغل الوقت، بدل الوقت حتى نرجع نرسم الإشارة لل منو كان يطلع لي مصطفى اسمه؟ اي والله استاذ حسب لي بلا زحمة عليه، ماكو مشكلة بس خلينا اي والله استاذ لو توضيح الرسم مع الإشارة يكون احسن، ما مشكلة نرجع بس خلينا نكمل الكوريليشن المادة كاملة يعني كورس كوريليشن حتى بس نكملها، ناخذ مثال عليه حتى زين. كورس كوريليشن بس هذا الكورس كروس كوريليشن نفس الكلام، احكي على كروس احكي على ال دقيقه بس خلني امسح الكتابه زين، طلع بس الجانب بس شخوطن على الشاشه زين. محمد علي رجعنا اشخبط على الشاشة زين. عندي بالكروس كوريليشن جاك هذا المثال، طبعا انا الشخبطة راح اخليها حتى انت تنظر معاني انظر زين، ما راح امسح لي لا لا اي شخبطة راح تبقى راح ابقيها، واذا شفتها تكررت العملية طيب انت الساب طيب انت بسحب زين زين. اذا ما متعمد الخطا من عند الاستاذ اسف الولد ما لا لان ما متعمد الاستاذ الله الله بينا زين راح امشي راح بس راح اخليها استاذ بس الحمام عندك القانون مال الكروس كوريليشن بهذه الحثيه، ما اتكلم عن الكروس كوريليشن نفس الشيء الاوتو كوريليشن زين، نفس المثال بس مره اكس باكس ومره اكس بواي، خليها في بالك. قال لك احسب الكروس كوريليشن سيكونس زين، عندك قيمه الاكس ان وعندك قيمه الواي ان بدل الشرطين مختلفتين اذا هي كروس كوريليشن تمام. اجي هنا اني بالحل اخذ قيم، اجي اشوف الحل هذا مالتي قيم اكس ايه ذا ايه هذه تمثل لي عند الصفر، هذه عند الصفر تمام، وهنا قيم سالب واحد تمام، سالب اثنين سالب ثلاثة وإلى آخره، هاي هم سالب واحد سالب اثنين إلى آخره، وهذا واحد اثنين وإلى آخره بهذه الصورة زين. أخذ قيم L شوية بعيدة، أخذها من اليسار إلى اليمين، يعني من سالب ثلاثة سالب أربعة أو سالب خمسة شوية، أخذ مسافة بعيدة عن منه عن هاي القيم. شوف لو تجي هنا هذا صفر سالب واحد سالب اثنين، أنا أخذته من سالب ثلاثة، اخذ شويه قيم ابعد زين، او اخذها من سالب خمسه زين، بس انا شفت مثلا بثلاثه هنا بالنسبه لهذا المثال حاله مثاليه حتى اصير محاضره طويله. بالنسبه لنا بالامتحان هم ناخذ من ايه تاخذ قيم موجبه مرتبه، ايش تسوي انت استاذ مو دائما يطلع صفر لو حسب السؤال، انت حتى تحل حتى يصير عندك حل نموذجي، اخذ صفر ابديها بالصفر بعدين واحد اثنين ثلاثه وامشي، ايش قال ما أخذ صفر L مرة أخذ صفر مرة أخذ واحد مرة أخذ اثنين مرة أخذ ثلاثة، من نتيجة تصير كلها بعدين نتيجة العملية صفر صفر صفر، أتوقف باتجاه الموجب بعدين أرجع باتجاه السالب، سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة سالب خمسة، أمشي بالعكس
ايمتى ما اصل النتيجه دائما النتيجه تطلع لي. استاذ انت بعد السؤال بعد بدنا ناقص 3 يعني عادي اذا احنا نبدي من الصفر. لا لا انت انت براحتك عيني براحتك، بس انا حتى لانه حتى المحاضره تكون مثاليه فبيدوك هي مساله 3. انت من تحيل حتى لا تضيع وقتك، اعطيك 100 ملاحظه لك لكل الطلاب ما بسألك لكل الطلاب، من تحل ابدي اول شيء من الصفر واخذ اعداد الموجبه صفر والواحد والاثنين والثلاثه وامشي اربعه وخمسه، ايمتى ما تصل شوف النتيجه دائما يطلع لك صفر اتوقف، من يتكرر الصفر مالتك اكثر من حاله اتوقف باتجاه الموجب، ارجع باتجاه السالب اخذ سالب واحد اطلع نتيجه، طلعت لي صفر اخذ سالب اثنين هم طلعت لي صفر اخذ سالب ثلاثه هم طلعت لي صفر اتوقف، من يتكرر الصفر عندي اتوقف. زين مفهوم؟ اذا ما طلع عندك صفر تغير القيمه، طلع عندك سالب واحد طلع لك صفر، عد السالب واحد عد سالب اثنين طلع لك في القيمه قيمه موجبه او سالبه اثنين او ثلاثه، عد الاربعه مثلا طلع لك قيمه صفر، فانت تمشي خذ لك قيمتين ثلاثه باتجاه السالب وشوف الحاله امتى يتوقف عندك الحل، والحل يتوقف عندك عندما يتكرر النتيجه صفاره. واضح؟ يجي فانا حتى يصير الحل مثالي بديته بسالب ثلاثه لان انا الحل اعرفه مسبقا ولهذا عملته بهذه الطريقه. عند سالب ثلاثه طبقت القانون. طبقت القانون. اجي هنا اكس ان في واي ان زائد ثلاثه. اكس ان زين اجد قيمه ان عند هذه اللحظه. زين صفر سالب واحد سالب اثنين فقلت x سالب اثنين زين x سالب اثنين هنا في y واحد ليش n جت قيمة سالب اثنين زائد واحد واحد فصارت y واحد ف x سالب اثنين في y واحد زائد x سالب واحد بس شفت انا سالب اثنين هنا سالب واحد في y شلون طلعت اثنين عند هنا جت قيمتها سالب واحد زائد ثلاثة اثنين فصارت واي اثنين زائدا اكس صفر تمام في واي ثلاثة ليش؟ لان هنا صفر زائد ثلاثة ثلاثة فصار واي ثلاثة فصار اكس صفر في واي ثلاثة زائدا اكس واحد زين في واي اربعة اكس اثنين واي خمسة امشي بالحل بحيث انا اصل القيم هنا كلها صفارة. شو يطلع لي النتيجة؟ شوف هذا في هذا زائدا هذا في هذا زائدا هذا في هذا زائدا هذا في هذا زين وحصل النتيجة بالنهاية إلى صفر. أضرب هذول القيم مع بعضهم وحصل النتيجة صفر، جمعتها صفر. هاي عند منو؟ عند سالب ثلاثة آخذ عند سالب اثنين مثلا عندي سالب اثنين هاي الحالة أجي أعوض شوف R X Y لسالب اثنين يساوينا N من سالب انفينيتي إلى انفينيتي N أعوض عنها أخذ قيم أقصى قيمة ل N اللي هي سالب اثنين شوف سالب صفر سالب واحد سالب اثنين أقصى قيمة ل N هي سالب اثنين فسالب اثنين مع منه مع Y سالب اثنين زائد اثنين هاي شو حصلت عليها الاثنين؟ عوضت قيمة L شوف هنا عوضت قيمة L لأن القانون يقول XN في YN ماينس L L قيمة تشغل سالب اثنين فعوضتها فصارت N ناقص ناقص صارت زائد فN زائد اثنين نفس الحالة بالنسبة لسالب ثلاثة نفس الكلام وأجي أعوض وحدة وحدة وأشوف النتيجة وأضرب القيم مع بعضها جيت تطلع القيمة بالأخير واضح؟ وحصل على مثلا 4 اذا هنا عد سالب 3 على الصفر عد سالب 2 4 لو عوضت هنا عن ال سالب 4 يطلع لي صفر عوض عنها 5 سالب 5 يطلع لي صفر فانا بديتها من سالب 3 زين واعوض عد سالب 1 نفس العمليه اعوض عن ال ال بسالب 1 هنا ف x n في y n ماينس ال ال هنا سالب 1 فn ماينس سالب واحد فصير n زائد واحد شوف n زائد واحد واجي اطبق هاي الداله واعوض عن قيم x وy من هاي المتغيرات
يعني تبدي من أقصى قيمة سالب 2، إيش قد قيمتها؟ صفر، فسالب 2 هنا، بعدين n سالب 2 زائد 1 سالب 1، فقيمة y هنا لسالب 1، وهكذا أعوض القيمة قيمة دي ما أضربهم كلهم، دي ما حققهم كل هذه زين، وأرجع أعوض قيمهم. x سالب 2 قيمتها صفر، y سالب 1 جد قيمته 1، هنا سالب 1 في صفر يعني معناته x x سالب 1 اللي هي 2 في صفر في سالب 1 زين، وهكذا أعوض أعوض كل القيم الباقي كلها تطلع صفارة، تزحف تطلع صفارة زين، فما لها داعي أكتب صفارة، فيطلع النتيجة سالب 4، هاي باتجاه السالب. آخر عندما L صفر أعوض مكان L صفر، فصل X N في Y N، معناته شنو؟ كل قيمة أضرب مقابلها، كل قيمة أضرب مقابلها زين، كل قيمة أضرب سالب 2 في سالب 2، X سالب 1 في Y سالب 1، X صفر في Y صفر، X 1 في Y 1، X 2 في Y 2، كل قيمة مقابلها، شوف القيمة مقابلها، وطلع النتيجة يطلع لي هنا 9. خلصت السالب، خلصت الصفر، ثم انتقل إلى L عندما تكون موجبة. أستاذ بلا زحمة عليك أستاذ، والله يعني صراحة السحب ما ظل عندي، يعني بالنسبة لي يعني ماكو مع سولة ولا طقة، والشرح سريع يعني هذا الموضوع على خير بلخص، يعني أستاذ بلا زحمة عليك. الفيديو عندك، الفيديو عندك، الفيديو عندك موجود من هذا الموضوع، الفيديو موجود عندك، انا مفروض هاي مراجعه يعني ما اشرح لك الموضوع، والفيديو عندك تقدر عيني جاسم تقدر تعيده باي وقت زين. استاذ الموضوع الموضوع السابق السابق ما شاء الله يعني افتهمناه كل زين الجدول، بس الموضوع صراحه يعني هذا بالاخير لا والله استاذ شويه يعني. شوف هسه راح اشرح لك حاله هاي، بس افتهم هاي الحاله وطبقها على كل الحالات، انتبه معي جاسم بس شوي ركز، هسه راح اشرح لك بالتفصيل كأنما محاضرة لأول مرة. بس تعبنا والله صراحة أنا. ما يخالف بس شرح هاي الحالة وحتى أنتم هم تأخذون راحتكم يعني انتهى الوقت هم. زين؟ أوكي سعد خير إن شاء الله. L أسهل ناخذ قيمتها 1. القانون شو يقول؟ Rx ل L. L بدل ما أكتب قيمة L راح أكتب قيمتها 1. أكتب summation N من سالب إنفينيتي إلى إنفينيتي. Xn في y n minus l. هذا قانون أخذها من أخذ قانون هذا قانون هذا قانون. لا بالنسبة لل l أستاذ الأرقام نأخذها من يمنا لو هو يحدد بالسؤال. لا أنت من هنا تعرف من هنا من هنا، أنا قبل شوي وصلت مثلت لك إياها، مثلت لك إياها عند هذه النقطة هي الصفر صح؟ منها تعرف تعرف نعم. تعرف قيمة أنت بدي من سالب 2 بالنسبة للإكس، وبالنسبة للواي أيضا أنا حددت من هذه النقطة من سالب 2 بالنسبة لي N. شوف هاي قيمة L هي 1، أطبق قانون RX لواحد، أطبقها هنا أعوض عن قيمة L، هاي هنا كانت مكتوبة L أعوض عنها بواحد، فصار XN في YN ماينس 1، فطبقنا هذا القانون، هذا الصميشن لا دوخ نفسي بي، عندي اكس ان في واي فيها، هسه اطبق اريد اطبق هاي المعادله زين، اجي اطبقها شلون اطبقها؟ اجي على اول حاله اقول هسه ار اكس واي دي واحد اللي هي هاي زين، انزلها يساوي مال هذا اللي يساوي نزلته، اجي اول حاله اكس لي ان اللي هي اول قيمه هاي شو تمثل لي؟ اكس سالب 2 مثلا او اكس سالب 1 اوكي، اجي احطه هنا اعوضه هنا في y n ماينس 1، قيمه y جدات هنا اذا اخذت انا اذا اخذت هنا ماينس 1 فمعناته هاي n ماينس 1، ماينس 1 وماينس 1 ماينس 2، فصارت y ماينس 2، شوف هاي y ماينس 2، اصل عندي x ماينس 1 في y ماينس 2، هذه القيمه جت قيمتها 2، هاي 2 اجي هنا 2، هاي y ماينس 2، وين y ماينس 2؟ اي هذه جت قيمتها 0، ف2 في 0 يطلع لي 0 اقول زائدا، اجي على القيمه الاخرى هسه هنا اخذ سالب 1، هنا لازم كذا اخذ 0، هذا الاك بالنسبه لهنا بالنسبه للاكس تتناقص مره سالب 1 مره 0 مره 1 مره 2 وهكذا
زين ازيدها مقدار واحد واحد. قيمة x دي صفر معناته هنا عوضت عن n بصفر، ف x دي صفر في y n هنا صفر، صفر ناقص واحد ناقص واحد فصار y ناقص واحد، وهنا x دي صفر، شوف x دي صفر في y ناقص واحد فصار عندي هذه هاي x دي صفر ايش قد قيمتها؟ سالب واحد. y سالب واحد ايش قد قيمتها؟ واحد. فسالب واحد في واحد هذه سالب واحد وهذه واحد فيطلع نتيجة. وهكذا بالنسبة لهذه أزيد x وهنا أعوض، هنا n واحد وهنا واحد ناقص واحد صفر فصار x دي واحد في y صفر، واضرب ثلاثة في سالب واحد وهكذا لما أصل آخر قيمة هاي x دي اثنين. x دي اثنين يعني أعوض عن قيمة n باثنين، اثنين ناقص واحد مثلا هنا المفروض يطلع يطلع لنا واحد زين، هاي المفروض واحد يطلع اللي هي هاي عفوا اللي هي هاي x2 فهو y1 زين. فاجي تطلع جت القيمه x2 قيمتها صفر في y1 اللي هي قيمتها 2 فصفر في 2 يطلع صفر، واستمر بالحل زين. هاي الطلاب هاي ثلاثه المفروض مو 2 زين. اجي بعد ما كملت هذه ارجع اضرب هاي القيمه اللي ضربتها قبل شويه وحده وحده اضربهم، بعد ما ضربتهم طلعت هاي القيم انزل الاشارات اللي بيناتهم يطلع لي النتيجه النهائيه. ثم انتقل على ال2 وال3 زين، طلعت 3 ال3 ايش قد طلعت؟ صفر. من طلعت لي صفر معناتها اذا استمريت بعد راح تطلع لي صفاره. ليش؟ راح تصير حاله انه اضرب هاي الصفاره في هاي الصفاره من هنا اداخل مره اروح لليمين ومره اداخل لليسار بصير كلها صفاره، فنتيجه دائما صفاره فما احتاج اكمل الحل. ارجع شو اسوي؟ اجي اسوي هاي المعادله ال جت قيمتها بديت من سالب 3 الى وين؟ الى 3 صح؟ هاي سالب 3 هاي سالب 2 هاي سالب 1 هذه عند الصفر عند الواحد عند الاثنين عند ثلاثة زين، وخلي السهم عدل صفر. هاي القيم مين جبتهم؟ اللي يعني حليتهم قبل شوية، هاي نتائج. هاي عند ثلاثة هي صفر، عند الاثنين كانت أربعة، عند سالب واحد كان سالب أربعة، عند صفر طلعت تسعة، عند الواحد طلعت سالب أربعة. هاي القيم. وممكن إذا أريد أرسمها هم أقدر أرسمها، قبل شوية طلب مني السؤال للطالب شنو أرسم الإشارة؟ أجي أرسم الإشارة هذه الصورة، هذه n وهذه r x y بهذه الصورة. الرينج مال n من يبدي من سالب 3 إلى 3، فعندي هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 1 2 3. أجي أعوض عند الصفر 9، أجي أرسم هنا عند الصفر 9 هذه 9 زين، عد الواحد أربعة سالب أربعة أجي هاي سالب أربعة عد الاثنين ثلاثة. أستاذ نعتبر السهم هو الصفر يعتبر؟ إيه هاي نقطة الأصل بالضبط هي هاي. نعم عد الأربعة نعم. صفر عد الأربعة صفر أجي هنا عد سالب واحد أربعة عد سالب واحد سالب أربعة سالب أربعة عد سالب اثنين أربعة هاي عد سالب اثنين أسويها أربعة زين. عد سالب اثنين عفوا هاي أربعة موجب أربعة زين. عد سالب ثلاثة صفر انتهى الرسم بهذه الصورة. ما عملية صعبة، عملية سهلة مو كلش صعبة. هاي نفس الشيء بالنسبة للكبليوشن هالشركة الرسم بهذه الصورة. المهم أمثل N وأمثل الدالة اللي هي I R X Y. شوف I R X Y شو اسمها الدالة أسميها هاي، إذا هذه L لازم هاي أسميها L وليس N، لأن هاي L هاي لازم هاي أسميها L، هذه N أسميها N
وبهذه الصورة. زين عموما انتوا لازم تحاولوا تقرون المادة حتى تفهمون. انتوا لو دارسين المادة كان افتهمتوا علي اكثر. زين دارسين والله. زين تابعوا الفيديوهات.